الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. اهلا وسهلا بحضراتكم كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي. سهره جديده من هاتريك على اون تايم سبورتس. كان من المفروض انه يرافقني في الوقت الحالي الاستاذ محمد حبشي، وكيل اعمال بوبنزا، من اجل توضيح الصوره كامله لكل جمهور نادي الزمالك ولكل الجماهير المهتمه بشان بوبنزا، وهم ناس كتير جدا على مستوى الوطن العربي بشكل عام. ولكن برغبة من إدارة نادي الزمالك تم تأجيل الانترفيو وتم تأجيل اللقاء. وأنا بحترم القرارات الخاصة بمجالس إدارة الأندية، رغم أنه نظريا من الناحية النظرية قد يفسد ده مسار الحلقة، لكن الحقيقة تحفظي الوحيد على الموضوع أنه بعض الأشخاص بيقتنعوا أنه ده هو الحل الوحيد عشان تعمل شغلك. ما يعرفوش أنه في طاقم إعداد موجود على أعلى مستوى داخل البرنامج، عن انه في مصادر خاصة لهاتريك في السعودية وفي تركيا وفي رومانيا، ومصادر مقربة من بوبنزا تقدر تكون لنا الصورة كاملة. الليلة هي ليلة كشف الحقائق في موضوع بوبنزا اللي طال جدا جدا بالنسبة للزمالك من اول ثانية لغاية الثانية اللي بنتكلم فيها. هنكشف عن مفاجآت كتير هي غير متوقعة على الإطلاق. سريعا علشان ما نطولش على حضراتكم، بوبنزا اللاعب الجابوني الذي صارت حواليه كل الأقاويل الفترة اللي فاتت، اللاعب اللي كان موجود في أمريكا وكان وكيل أعماله محمد حبشي، واخد بالك من أول فعل، وهو كان وكيل أعماله هو محمد حبشي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الراجل كان موجود في أمريكا وعرض أولا على السعودية. بوبنزا كان في الطريق إلى الدوري السعودي، فشل موضوع الدوري السعودي لأن الراجل كان توجهه الأول إنه رايح أوروبا. ففي الأسبوع ما قبل الماضي وصل لبوبنزا أول عرض رسمي من نادي بشكتاش التركي. بشكتاش عرض على بوبنزا أوفر بأرقام، الأرقام كانت قليلة. خد بقى من هنا سهم روح على الناحية التانية، هي نفس العروض اللي جات له من رومانيا في الكام يوم اللي فاتوا. الراجل عايز فلوس، وبالتالي ده اللي بوظ الموضوع. في الوقت ده ظهر محمد حبشي في الصورة، وبدأ الناس تتكلم مع بوبنزا شوية على انه انت ليه ما تحبش تلعب في مصر، مبدئيا مصر اوكي، تلعب في الزمالك اوكي، مين الزمالك بقى؟ الزمالك هو 1 2 3 4 5، نادي محليا كذا، افريقيا كذا، دي كل تفاصيله. ايه رأيك؟ تمام. ماديا الدنيا اخبارها ايه؟ تم اقناع بوبنزا عن طريق ممثلين وموكلين في القصة دي، وده بداية الموضوع، على انه هتكون موجود في الزمالك ولكن مع بند مهم جدا له علاقة بانك كل سنة الاجر بتاعك بيعلى، وهيكون البونص بتاعك قادر يعوضك عن ارقام تانية ممكن تيجي في وقت تاني، وبالتالي تبقى هنا الصورة بالنسبة لك ماليا جايبه همها. تمام. ثم حدثت أهم خطوة في تاريخ المفاوضات اللي هي إيه؟ أنت موافق؟ أنا موافق. ممتاز، في ميل جاي لك. الميل ده امضلنا عليه الإمضة بتاعتك إن أنت موافق على اللي إحنا بنقوله. أوكي، مضى بوبنزا. لولا هذا الإجراء ولا كان في بطاقة ولا كان في زمالك ولا كان في الهوى. فالزمالك خد الميل ده، استلمه، وقام جاي بعته للفيفا بعد ما الولد اقتنع ان هو يجي. لكن من هنا لهنا حصلت حاجة مهمة جدا. الولد طلب من مسؤولين الزمالك والناس اللي اتكلموا معاه ابقاء الموضوع دايركت مني ليكم بدون وسطاء. الأزمة ان لما الموضوع اتسرب في الكام يوم دول، احنا مشينا الاسبوع اللي فات اولا بداية كل اللي قبل اللي فات تركيا، اخر الاسبوع الزمالك، دخلت في اجواء الزمالك، المفروض ان احنا نبعت لك تذاكر الطيران عشان توصل. ظهر هنا فكره ان الولد نفسه عنده وكيل اعمال اخر. لم يبلغ محمد حبشي من البدايه خالص المسؤولين من ناحيه ثالثه، من ناحيه ثانيه كل اللي بيتكلم معاه لم يبلغ احدا ان انت عندك شركه
في فرنسا ماضي معاها. فلما الخبر طلع، الوكيل شم خبر بتاع فرنسا، لما شم خبر تعالوا بقى، انا لا اعرف زمالك ولا اعرف حبشي ولا اعرف الكلام ده خالص، بتعملوا ايه؟ فبدا الزمالك يتعامل، لا انا معايا بطاقه وجايبه من الاول عن طريق حبشي، انت اللي مين؟ انا وكيل اعمال الراجل اللي ماضي معاه عقد، واللي انتوا بتعملوه ده هيوديكوا في داهيه. عشان تظهر الصوره اللي قدامك على الشاشه، وهي شركه في كونسلتنج، الشركة الفرنسية اللي موجودة في موناكو اللي الراجل ده بينتمي ليها، وده الراجل اللي هو وكيل الأعمال بنيامين جياندون، وكيل أعمال بوبنزا الحقيقي. هذا الرجل غير مسار الحكاية 360 درجة. مين بقى هنا يتحمل الذنب؟ بوبنزا. أنا بقول لك بالترتيب الزمني وبالموسيقى التصويريه، الراجل ده خلص شويه لعيبه للشركه، لعيبه تعتبر من العيار الثقيل قياسا بالانديه اللي هو شغال فيها، يعني بولاي داي السنغالي اللي كان مع السنغال وواجهناه كذا مره، الواحد زي كريم كوناتي ريد بول سالزبورج، لعيبه كتير جدا كانت موجوده والراجل اشتغل معاها لانديه زي فالنسيا واشبيليه ويانج بويز بلاك بيرن روفرز لاتسيو، انديه كتير، فيريتو اللي كان بيلعب في روما خلصه. فانت بتتكلم على بني ادم وعلى شركه في السوق الفرنسي تقيله جدا، فانت بتضحك على مين؟ الغلط بقى اللي حصل فين؟ انه لما اللاعب بقى ابتدت الاطراف تتكلم معاه، طب فلوسك، طب حاجتك، طب ده انت جايب مجاني، طب انت جايب مش عارف ايه، بدا الراجل يتكلم مع وكيل اعماله الحقيقي، وبدا الراجل يقول لمسؤولي الزمالك انتوا غلطانين من الاول عشان حبشي. حبشي فين؟ انا ما جبت الراجل واقنعته بالزمالك ودخلته هنا، وفي النهايه ما قالش بوبنزا ان عنده وكيل اعمال تاني ماضي معاه. بالمناسبه كل السرد اللي جاي ده جاي من تركيا، من السعوديه، من داخل نادي الزمالك. طبعا اللي حاول بقى يشعل الامور شويه استغلالا للموقف ده بدأوا يكلموا وكيل الأعمال، طب نروح عن طريق مين؟ وهنا الغلط اللي كان موجود عند إدارة الزمالك، وهو بالمناسبة الغلط الوحيد في الموضوع، يعني كل اللي فات ده يتحمله اللاعب 100%، لكن اللي جاية دي بتاعت الزمالك. مين بيتكلم باسم الشعب المصري؟ يعني مين له الحق؟ مين المدير التسويق؟ مين الراجل اللي بيكلم شخص واحد فقط؟ مفيش بقى. لدرجة انه برضو جاله على الواتساب فكرة، بقولك ايه، روح اتكلم مع فلان ده عشان ده بيتكلم انجليزي احسن من فلان ده فتعرف تتكلم معاه. هو في حاجة في الدنيا اسمها كده؟ وبالمناسبة واتساب ده من داخل نادي الزمالك الحالي، واضحة ايه؟ من داخل نادي الزمالك الحالي، كل واحد بيحاول ياخد اللقطه بشكل او باخر. لما الموضوع اتعطل وكان تذاكر الطيران خلاص الموضوع بينتهي ولازم ان انت توصل، بوبنزا طلب يوم يومين ثلاثه، طب انت معاك المفروض مش محتاج الفيزا لان انت تقدر تخش مصر بطريقه او باخرى، كان في طريقه يعني يقدر يخش بيها مصر من غير الفيزا، كان معاه حاجه او باسبور بشكل او باخر يتيح له الدخول لمصر يعني. فلما الموضوع قرب ومفروض انك توصل واحنا مش فاهمين حاجة، البطاقة، انا معايا بطاقة، ايه بقى؟ نرجع للوكيل. الوكيل لما عارف كل ده بدأ يتفاوض من اوله جديد. الاول بعد سجال انتوا ضحكتوا عليا، انتوا خدعتوني، اتفاوضتوا من ورايا، مين حبشي، مين الناس دي كلها، بدأ بقى الكلام من الاول خالص. تعالى بقى نتكلم من الاول خالص. لكن اللي انقذ الزمالك في الموضوع ده النهارده، يعني لحد امبارح بالليل الموضوع كان بايظ لاسباب كتير جدا، لكن النهارده اللي انقذ الزمالك انه الولد نفسه الوكيل بتاعه اللي في فرنسا تاكد يقينا ان انت لو ما مضيتش يا معلم انت هتتوقف، والنادي اللي انت رايح له هيوقف، هتتوقف منه وهتمشي ومش هتاخد ولا مليم، مش هتاخد ولا مليم. فانت ما عندكش حل
غير انك تصعد معانا. انت هتخسرنا اوكي، بس انت بقى رايح فين؟ ولا حته. فبعد سجال وبعد من تاني وتالت ورابع، ولما بتكلم في موضوع اهلي وزمالك وبتك على حته، ده عشان اللي جاي، ده عشان اللي جاي. مش عيب ان اي حد في الدنيا يغلط، والناس مش آلهة في الكوره، لا في الاهلي ولا في الزمالك، الكل بيغلط، لكن بتقول علشان الناس تتعلم، ناس تحسن، مش تعلم عليهم، لا عشان يتعلموا في اللي جاي. لو كان شخص واحد تدخل من الاداره في الحديث مع وكيل بوبنزا الذي اصبح واقعيا وحقيقيا في الوقت الحالي، كان كل ده خلص. لكن اللي حصل ان كل يوم بيجي تليفون، انا فلان الفلاني من نادي الزمالك، ايه رايك في كذا؟ بجهه رسميه او الناس بقى اللي من ورا الكاميرات من داخل الزمالك الحالي. ده الموضوع. وصلنا لحد فين بقى؟ وصلنا انه اللحظه اللي بنتكلم فيها دي الامور عادت من جديد قريبه، لان الولد اقتنع انه مفيش حل الا كده. سؤالين. الواحد، ليه الولد ما قالش من الاول ان انا معايا وكيل فرنسي؟ كان عايز يستنصح. السؤال التاني، ليه الولد خايف من وكيله الفرنسي؟ يعني ليه ما ياخدش حاجه ويراضيه وخلاص؟ دي مساله من فرنسا تاتي الاجابه. الوكلاء يا جماعه في المرحله دي لما بتمضي معاه، انت مش ماضي مع لعيب، انت ماضي مع لعيب بعيلته. يعني ايه؟ يعني الوكيل ده عايش في فرنسا، عيله بوبينزا موجوده في فرنسا، موجوده قدامه طول الوقت. فانت هنا اللعيب علاقته بالوكيل ده مش علاقه عاديه، دي علاقه ان انا اهلي موجودين، انه الناس دي ممكن في وقت من الاوقات اخاف عليهم، انا هبقى موجود في القاهره، هم في فرنسا لوحدهم مثلا مثلا مثلا. فحاجات كتير شبه دي في علاقه الوكلاء باللعيبه اللي بيتحركوا كتير عامله كده. فالمسائل مش بس كوره، المسائل اعمق من كده بكتير. النهارده تفاوض من جديد على ارقام مشابهه مع بونص اكبر، مع نسبة موجودة للوكيل الجديد أو الوكيل الحقيقي الذي ظهر في الصورة من جديد، وبالتالي الآن يتم التفاوض. الآن يتم التفاوض على أن يكون في 48 ساعة الجايين الطيارة توصل. امبارح كانت ضلمت من تاني، لكن دلوقتي الطيارة ممكن توصل خلال 48 ساعة 72 ساعة. بيلحق مسؤولي الزمالك كل الطرق الممكنة علشان القصة دي تخلص وينتهي هذا الكابوس وينتهي هذا الصداع. الدروس المستفادة، محمد حبشي عمل كل اللي عليه في الجزء الأول من المرحلة أو الحكاية، والناس اللي توسطت لإقناع الراجل علشان قيمة الزمالك وإنك إزاي تقنعه يجي مصر، دي حاجة ممتازة. وبالمناسبة كل من فشل وكل من نجح، إنك بتقنع بروفايلات زي البركاوي وزي الراجل ده ان هم ييجوا حتى لو الموضوع فشل، ده انتصار كبير جدا ليك. انك انت في مرحله سيئه جدا سيئه جدا من حيث التواجد الافريقي، من حيث البطولات، ورغم ده بتقدر بطريقه او باخرى تجيب لعيبه. الفكره ان لازم يكون شخص واحد بيتكلم باسم نادي الزمالك، لازم مدير تسويق بيتكلم. مفيش حد يستغل نفوذ، مفيش حد يستغل حاجه، مفيش حد يعمل حاجه هو مش افضل حد فيها. ولهذا خلق الله مدير التسويق او مدير التعاقدات او حد عارف في المسائل دي يكون هو الطرف الوحيد اللي بيتكلم. ودي كانت نقطة مهمة. اي نعم، الخطأ الاكبر ان بوبنزا خدع الجميع وما قالش ان عنده وكيل تاني، او ما افصحش عن وكيله الحقيقي. لكن بالتأكيد الزمالك يتحمل كتير في القصة دي، في مسألة التفاوض نفسه مع هذا الرجل. يفترض انه الاستاذ عمر ادهم والاستاذ هاني بيرزي او احد الممثلين عنه، انه الناس تكون بتنهي الامور، تستعد للسفر لانهاء الاجراءات كلها على ان يصل اللاعب خلال ال 72 ساعه الجايين. دي كانت الحكايه كلها الخاصه بوكيل بوبنزا الحقيقي. وكل الشكر لفريق الاعداد اللي قدر في وقت قياسي قبل ساعتين من انطلاق البرنامج، وقت ما عرفنا ان الاستاذ محمد حبشي مش معانا، ان هم يشتغلوا شغل سريع جدا 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 عشان تلحق تكلم كل المصادر عشان نكون كل القصه اللي احنا جايبينها لحضراتكم في الوقت الحالي. فكل الشكر لزملائي واصدقائي واخواتي الاعزاء. طيب، في سياق متصل. جوميز
وبرضه الزمالك. في سياق متصل، صفقة إيجولا لبيراميدز تقريبا فشلت، ويقال بأنه ممدوح عيد أبلغ الناس في بيراميدز إن كل حاجة كانت قريبة، وفجأة كله باظ لأسباب مش معروفة قوي. إعارات شوية، لعيبة مش قابلة، إيجولا شوية، فلوس شوية، كل الحاجات شوية، لكن إيجولا بيراميدز تقريبا الموضوع بينتهي. وبالتالي الزمالك بيكمل الخط بتاع امبارح اللي هو خط رفيع جدا، على اساس انه لو حصل في الامور امور مع بوبانزا ايجولا يكون موجود. خط رفيع قد يصبح قوي جدا لو فشلت الامور مع بوبانزا. عايز اقول حاجه كده في الموضوع يا جماعه قبل ما ننهي الملف ده خالص. مشكله كبيره جدا موجوده عند اي اداره نادي في العالم لو خفت من السوشيال ميديا. يعني ايه؟ يعني لما يحصل حاجة اطلع واجه. لو طلعت واجهت بعد ما باظت محدش هيسمع. لو طلعت واجهت بعد ما باظت محدش هيسمع. انت بتعلن دايما في الايام اللي فاتت ان انت موقفك الاقوى، ان انت معاك البطاقة، ان انت واثق من كل حاجة. القصة اللي بقولها دي يعلم كل مسؤول في الزمالك انها حقيقة، ويعلم كل الناس اللي عارفين القصه واتكلموا مع بوبينزا ومع وكلاء اعماله ان كل التفاصيل دي حصلت بالمعدل الزمني اللي بتكلم بيه. لكن الفكره ان انت لو واجهت الجماهير في اي يوم، يا جماعه احنا بوبينزا ده عمل 1 2 3 4 5 واحنا في تفاوض من جديد، الناس هتحترمك. لو باظت هيخلق لك العذر ان انت كنت صادق معاه، ان انت واجهته، انك قلت له. ده الموضوع. لكن محاولة إيهام الناس إنه كل شيء تمام لو باظت، يا رب تكمل على خير. لو باظت واجه بقى، ارجع بقى عيد كل اللي أنا بقوله، لكن ساعتها محدش يسمع. فده الموضوع. طيب الاتفاق 350,000 دولار زي ما قلنا، متحصلات اللاعب في الموسم الاول 920,000 دولار، راتب مميزات اخرى زي البونص والمبالغ دي صافية الضرائب، وطبعا الاوفر ده اللي موجود في الوقت الحالي واللي يعني المفروض ينتهي في الايام القادمه. على ذكر نادي الزمالك لازم برضو نعدي على الصفقات. وكل الجو الزمالك في الوقت الحالي بعد فتره طويله عاشها الاهلي في منتهى الصخب من صفقاته، سواء كان اشرف داري، يحيى عطيه الله، عمر الساعي، عاش الاهلي كتير بيلعب لوحده في الصفقات. اتى دور الزمالك قبل ميعاد السوبر المنتظر، ما بعد بوبينزا او صديق اوجولا احدهما يدخل الزمالك ويخلص موضوع محمد حمدي. إعارة محمد حمدي من إنبي إلى الزمالك، الصيغة اللي تم الإعلان عنها، وتواصلنا الحقيقة مع الأستاذ أيمن الشريعي عشان نستوضح الموضوع. حاول تفكر فيها من الزاويتين. أيمن الشريعي أو الأستاذ أيمن الشريعي مع حفظ الألقاب، يعني خد 3 مليون إعارة لمحمد حمدي، حلو، مع أحقية الشراء أو إمكانية الشراء. لا هي إمكانية، أو المعنى الأدق في الموضوع أولوية. يعني إيه الفرق بين التلاتة؟ حقية الشراء ممكن تشتري ونتفاوض، لكن أولوية الشراء يبقى أنت مدخل طرف تاني موجود معاك. فاللي حصل إنه 3 مليون جنيه بلس حوالي 1 أو 1.25 مليون لو الزمالك راح نهائي الكونفدرالية وكسب، يعني كل دور بيتخطاه الزمالك 250,000 يروح لإنبي. لكن الحاجة التالتة وهي الأهم، انه نهايه الموسم لو جه للعيب اوفر من اي نادي في مصر او بره مصر، مثلا 50 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 10 مليون جنيه، اي رقم، فساعتها ايمن الشريعي هيقول للزمالك ها تقدر تدفع ده؟ لا، يبقى حلال عليهم وانت تاخد 5%. طيب ايمن الشريعي كسبان 1,000,000%، اللعيب نور وبقى لعيب كبير وجاله اوفر، يلا بينا. اللعيب حلو في عين الزمالك وعايز يكمل ويدفع اعلى رقم موجود في السوق، يلا بينا. طب الزمالك مستفيد ايه؟ حاجه واحده، الزمالك جايب محمد حمدي وهو في قراره نفسه عارف انه بديل. مش معنى لان في فتوح، ما يزال حتى الان موضوع فتوح غير واضح، يبان بعد شويه. فلو بعد نهايه السنه دي فتوح رجع لك، لا منطق من وجود محمد حمدي وبنتايك مع بعض، فأفضلهم هيكمل والتاني هيمشي. فكاختيار أول راهن على بنتايك مع إمكانية عودة فتوح على الموسم الجاي،
فمحمد حمدي جاي علشان يؤدي نفس الدور ويمشي. بقى كويس وتفوق على بنتايك او ما رجعش فتوح، اوكي نخش بقى كانها صفقه، وفرت راتب فتوح، تعاقد فتوح، كل حاجه ليها علاقه بفتوح، ورهنت على محمد حمدي. فرغم انه ناس تشوف انه ام بي ضحك على الزمالك هنا، لكن انا شايف ان المنفعه ما بين الاثنين تقريبا واحده، تقريبا واحده ما بين الاثنين يعني. ده بالنسبه لقصه محمد حمدي. مهاجم كمان سنغالي وهو سيداين داي بيوقع للزمالك ل4 سنوات. وسيداين داي قصته جميله بالنسبه للجمهور. سيداين داي جاي من الدرجه الخامسه اصلا في السنغال. فبراير اللي فات انتقل علشان يسجل مع فريقه الجديد 5 اهداف، علشان بعد سنتين من فبراير لحد دلوقتي ينتقل للزمالك ويكون تحت السن. فدي نقطه مهمه جدا، مسيره اللاعب في سنه واحده كل حاجه اتحولت. هو كان موجود ال 18 سنه اولا، والراجل كان موجود في الدرجه الخامسه نادي جويدواي السنغالي اللي انهى الدوري في المركز الرابع. يعني هو جاي من الدرجه الخامسه لنادي في المركز الرابع، ثم دلوقتي بينتقل الى الزمالك. النادي في المركز الرابع مش في دوري الناشئين، ده في الدوري السنغالي. الحلو فين؟ الحلو جاي ان الراجل ده اول امبارح ينضم الى منتخب السنغال تحت 20 سنة، وبالتالي الزمالك هنا بيكسب لعيب دولي. واتكلمنا في القصة دي كتير، لعيب الدولي اللي يلعب مع منتخب بلده، اللي يلعب مع نادي اساسي في دوري حتى ولو كان اقل منك شوية، لكن صورة زي دي مع المنتخب السنغالي تفرق. انه ينضم المنتخب تحت 20 سنة يقولك انه في حاجة جاية. السنغال صعب انها تخيش في لعيبة صغيرين كتير، وبالمسيرة دي من درجة 5 لدوري ممتاز ثم للزمالك، فيبدو واعدا. ممكن نبص على جوانه برضو علشان نشوف اخر الاخبار والاهداف اللي سجلها مع فريقه كانت عامله ازاي، امكانياته عامله ازاي يعني، فممكن نبص عليها مع بعض. دي لجوان من الدوري السنغالي الموسم ده. الاهداف واحد بدماغه زي ما انت شايف، دي سهله يعني، الامور فيها كانت بسيطه. ثم الثانيه بدا الهجمه، اتحرك جوه ال 18، جات له الكره من تاني علشان يعمل فينش على المرمى، برضو الفينش كان سهل ما فيهوش حاجه صعبه يعني. ثم هدف ثالث مع فريقه السنغالي، طبعا الفرحة كبيرة لأنه مسيرته زي ما بنقول التحرك فيها والشفتن كان سريع جدا. هدف ثالث برضو نفس الحكاية، كل الأهداف لحد دلوقتي هي مجرد فولو موجود على المرمى. هدف رابع عمل الوانتو ثم على المرمى، ده يمكن أفضلهم إلى الآن. والهدف الأخير اللي سجله مع فريقه برضو من كرة عرضية ثم فولو. يعني المسائل ما توضحش من الأهداف في هذه المرة، لكن الزمالك لعيب دولي تمشي الأمور طالما أن المسائل تحت السن. الموضوع التاني بعد ما خلصنا كل فايل الزمالك، جميل جدا لما تحس أنه الإعلام تبنى قضية فالقضية صداها يبان سريعا. بيراميدز، بيراميدز وقضية ناشئي بيراميدز اللي طرحناها امبارح، انه العشر لعيبة اللي كانوا في قطاع ناشئين بيراميدز الذين حرموا من الانضمام لمنتخب مصر على خلفية دخولهم في خلاف مع الإدارة، منعوهم من التدريب على خلفية ان هم اتهموا النادي بانه انتهاك بعض حقوقنا في بعض الامور الخاصة بالتدريب والامور العلاجية والدراسية و و و و اتحاد الكورة بعد حلقة امبارح كلم اولياء الامور وكلم اللعيبة وطلب منهم الحضور 3 بكرة عشان يخلص القصة دي تماما. الأستاذ جمال علام والأستاذ حبيب مشهور الاثنين تواصلوا مع أهالي اللعيبة وخلصوا هذه القصة تماما. فدي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين انه قضية من القضايا اللي كان ممكن تطفي ما كنتش موجودة يكون التأثير فيها سريعا. فكل التوفيق ان هم يلاقوا حل يرضي اللعيبة ويرضي كمان نادي بيراميدز. واحد من اللعيبة الذي تألق كثيرا في قطاع الناشئين الخاص بنادي الزمالك، واحد من اللعيبه اللي رحل عن نادي الزمالك، واحد من اللعيبه اللي كنا في سوبر ليج اولا،
ثم في هاتريك ثانية بنتكلم عنه وعن إمكانياته الفردية القوية جدا، ولكن في ظهور مع الزمالك لم تصر الأمور على ما يرام، ويقرر الرحيل عن نادي الزمالك بعدما رفض موضوع فكرة أنه الإعراض. طب بتكمل، طب الدنيا نفهم منه الحكاية، وهو أحمد رفاعي قلب دفاع نادي الزمالك السابق، والذي يبدو أنه وقع بالفعل لأحد الأندية. أبو حميد مساء الخير عليك، وأهلا بيك معانا ومنورنا ومشرفنا في هاتريك. كابتن محمد حبيبي، أخبارك إيه؟ أنا بخير الحمد لله، أنت أخبارك أنت إيه؟ أنا كله فل والله، ومبسوط اللي أنا معاك، ودايماً تبقى في تألق، إن أنا دايماً بتابعك، وأنت من الأشخاص الجميلة، ودايماً بشكرك يعني على دعمك ليا، وإن أنت دايماً شايف في حاجة كويسة، فأنا بشكرك طبعاً قبل ده أي حاجة حقك يعني. الطبيعي وحق أي حد بيجتهد. أولاً الناس عايزة تعرف أخبارك، يعني أنت خلاص سبت نادي الزمالك، فالخطوة الجاية على فين؟ لا، هو انا الحمد لله انا ما مشيتش من النادي، لسه موجود في النادي، ماشي. مفيش اي مشاكل، إعارة؟ مفيش ولا عارة لسه لحد دلوقتي، مفيش اي حاجه تمت ماشي. لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي لسه موجود مع النادي، ولكن بعض الامور مش مظبطه شويه، بحيث ان انا اطلع عارة ولا همشي بيع، الكلام ده كله لسه حتى معايا انا مش يعني مش مظبطه شويه. وفي الاول والاخر انا مستني النادي، طبيعي هي الكوره كده، طبيعي انت عايز تبقى موجود، عايز يبقى لك فرصه، اذا كان في النادي بره النادي. بحترم طبعا الاداره، بحترم النادي، ده النادي اللي انا اتربيت فيه. يعني اذا لحد دلوقتي انا انزل استرابيه اقول انه احمد رفاعي لاعب نادي الزمالك الحالي مش السابق، لانه اللي عرفته من لا يومين انه التجربه انتهت، فانت بتقول لي انه لا 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 ما مضيتش في حته وما جاليش استغنى. لا لا، انا لحد دلوقتي لسه ها قاعد مكمل مع نادي لحد دلوقتي. اوكي، يبقى احمد رفاعي لاعب نادي الزمالك الحالي. طيب الموقف ايه بقى؟ يعني الموقف الحالي مع الفريق، انت اتكلمت مع جوميز، مع كابتن احمد مجدي، هل اتكلمت مع الاداره، مع كابتن عبد الواحد؟ ايه الحكايه بالظبط في مساله وجودك مع الزمالك الموسم القادم من عدمه؟ والله يا كابتن، انا من فتره كده قليله كلمت مع كابتن عبد الواحد، ان انا من زمان قوي وانا عايز اخد خطوه الاعاره، تمام. عايز اخدها، عشان انا يعني زي ما بيقولوا كده في الكوره يا كابتن، انا يعني انا غيور شويه في الكوره، دايما ببقى عايز العب، دايما انا من نوعيه ما بحبش دايما ابقى عايز العب، دايما عايز ابقى في الملعب ماتش واثنين وثلاثه، عشان اوصل لفورمه كويسه في الكوره، ده طبيعي في لعيب الكوره يعني. كويس. فانا الحمد لله دايما ببقى متواجد مع الدرجه الاولى، بس الفرصه بتبقى قليله شويه، فالموضوع بالنسبه لي مش بيبقى مش ببقى يعني طبعا ببقى مبسوط وانا مع الدرجه الاولى، بس مش ببقى مبسوط في التمرين، انا عايز العب، عايز اول اخر ابقى موجود يعني. كل اخواتي اللي بره واصحابي اللي في جيلي طبعا ربنا يوفقهم، شوفهم احسن ناس في الدنيا، الواحد بيشوفهم بره بيلعبوا مكسرين الدنيا، فرص ليهم بتبقى اقوى واحسن. فانت طبعا في الكوره طبيعي الغيره في الكوره حلوه مش وحشه، فدايما ببص ودايما بفكر، لا طب ليه انا خلاص، لو فرصتي في النادي مش تمام ومش احسن حاجه، ما عنديش مشكله ان انا اطلع، حتى لو هطلع ان انا امشي بيع، ما عنديش مشكله، طب ما عنديش مشكله ان انا امشي من النادي، ان انا العب ايا كان اعاره من خلال النادي او بيع، في الاول والاخر المستقبل هو اللي بيحكم يعني. ولكن انا يعني انا تحت امر النادي، انا مش عارف لحد دلوقتي بصراحه انا موقفي ايه، محدش لسه، كل ما بنتكلم كل ما اتكلم مع حد محدش عارف القرار. طب يا جماعه انا اعاره، طب همشي بيع، طب انا عايز اعمل ايه، ما فيش قرار لحد دلوقتي اتاخد معايا، كل الحوار ان انا لحد دلوقتي انت هتطلع اعاره، فالموضوع هيرسى على ايه، انا نفسي مش عارف يعني، يعني انت مش هتطلع فاكر ايه. اعاره، لكن دلوقتي مفيش عروض جايه لك عن طريق النادي، يعني بيقول لك مثلا مفيش جايه لك مثلا نادي معين، مفيش حاجه جايه لك لحد دلوقتي بالقصه دي عن طريق نادي الزمالك نفسه. والله يا كابتن بص، هو حتى يعني النقطه دي قوي مش شاغله دماغي قوي، لكن هو اكيد في عروض، اكيد في عروض، عروض ايا يعني كان معايا، حتى الناس بتتكلم معايا كتير، انت ولكن انا في لا عروض جايه عن طريقك انت مش عن طريق النادي. بالظبط، ماشي. لكن هو المشكله انا نفسي مش عارف موقفي في النادي يعني، حتى لما بتكلم مع الناس في النادي، طب يا جماعه انا عايز اعرف موقفي، انا في الاول والاخر انا لعيب يعني، ده مستقبلي ومستقبل عيلتي يعني، ومستقبل بقالي 13 سنه بتعب له. فانا قلت لهم، حتى كنت اول امبارح بتكلم مع حد في النادي، قلت له انا يعني
انا شوف، انا لو النادي عايز يطلعني عاره من خلاله انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، ولكن المشكله عندي ان انا الموضوع ما يتاخرش، يعني الموضوع ما يتاخرش، ولما اجي اتكلم في حاجه جاي لي بيع او حاجه جاي لي عرض مش عايز حد يقف طريقي، مش يعني في الاول والاخر يعني انا اتمنى ان اكمل في النادي، مين ما يتمناش ان هو يكمل في الزمالك، انا طب طول انت عمري بحب. في عندك اوفر موجود والنادي مانع انه يكمل، عشان بس تبقى الناس هو فاهمه. بص يا كابتن، هو الموضوع مش ان النادي مانع، هو الموضوع ان النادي مش يعني لحد دلوقتي ما خدش قرار. طب انا القرار ان لا انت مش هتمشي بيع، ما فيش فريق، ما عنديش اي مشكله، انا في الاول والاخر طبيعي بقالي 13 سنه في نادي الزمالك، اتمنى عمري كله يبقى في نادي الزمالك، بس ظروف الكوره بتحكم خلاص، هي سنه الحياه، مش شرط ان انا خلاص اكمل في النادي، لو النادي حابب ان انا اخد اعاره عشان العب عشان اخد خبرات انا ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده، بالعكس انا الموضوع ده عايز اخده من زمان، ما اطلع عشان العب عشان يبقى في احتكاك يبقى في خبرات، انا ما عنديش اي مشكله، وما عنديش اي مشكله ان انا اكمل مع النادي والعب وانافس الناس الموجوده، وان شاء الله قادر ان انا العب واكمل وابقى في منافسه بيني وبين الكباتن اللي في النادي طبعا، واتعلم منهم، انا ما عنديش اي مشكله. يعني في انت الاول والاخر رغبتك انا الاولى انك تكمل في الزمالك. رغبتي الاولى ان انا طريقي هيوديني فين، طريق انا هيوديني فين، هل النادي عايز، ما عنديش مشكله، طب النادي مش عايز واطلع اعاره ما عنديش مشكله، طب انا سيل الانديه اللي جايه لي بيع، طب خلاص انت طب هعمل ايه، يعني هنفضل واقفين ولا منها اعاره ولا منها بيع ولا منها عارف اخد موقف، فهو الموضوع كده. انما رغبتي اكيد الاولى طبعا، انا ما عنديش مشكله ان انا اكمل مع الزمالك، ومين ما عندوش تمني اللي هو يكمل مع النادي طيب طبيعي، انا ولكن كان عندي معلومه يا احمد من شهر تقريبا، او من لا من شهرين مش من شهر، انه احد الانديه السعوديه عرض عليك التواجد، لانه الانديه السعوديه طبعا بيكون في لعيبه بتروح هناك تحت السن، بيكون ليها صيغه يعني في التعامل. فانا سمعت ان في عرض سعودي وصل لك بهذه الفكره لكنه لم يتم، فايه حقيقه الموضوع؟ هو فعلا انا خدت ناس كلموني من السعوديه، السعوديه عاملين 2 أو 3 لعيبه على ما اعتقد اجباري ك 2003، كلموني من السعوديه، بس طبعا مش هينفع اقول اسم النادي، ماشي. في كلموني دوري روشن يعني، في الدوري الممتاز. في الدوري وكلموني، تمام. وحتى كلموني بلغوني ان انا اسمي اتحط في الوزاره من ضمن اللعيبه الصغيره اللي هم ممكن يجوا النادي، اوكي. بس على ما اعتقد في مشاكل هناك في حوار الوزاره في الفلوس عشان هم اللي بيصرفوا و في القيد يعني، في قيد اللاعبين. كده كده اللاعبين بالظبط، فالموضوع عطل شويه وبتاع وكده، وانا برضو الموضوع عندي انا مش يعني حتى لو انا هطلع انا برضو احب ان انا اطلع من خلال النادي، يعني مش احب ان انا لعيب بروفيشنال، ما احبش ان انا اعمل حاجه يعني في الاول والاخر بعيد عن اي حاجه، ده نادي الزمالك، ده كان اللي اتربيت فيه، ده الجمهور اللي انا بحبه، مهما كان الظروف طالما حكمت بحاجه انا ما عنديش مشكله. فهو العرض فعلا كان اكيد، والناس كلموني من السعوديه، ناس كلموني من مصر على فكره، ان الناس كلموني في السعوديه سالوهم عني، سالوهم هل الرغبه ايه، ولكن هو الموضوع كله كده قاعد. يعني الموضوع مشي كده طيب بس. يعني في اكتر من سياق يا احمد، ميدو اتكلم عن التجربه الخاصه بيك، وان انت مع الشغل ممكن تكون واحد من افضل الباكات الموجوده في مصر، وغيره وغيره الحقيقه من الاسماء. يعني جوميز في كلامه معاك اكيد ان له راي او له تحفظات على حاجات معينه في الملعب، او له حاجه يعني اكيد دار بينك نقاش بينك وبين جوميز في الكام مره اللي كنت فيهم بتتمرن مع الفريق الاول. يعني فقول لنا جوميز وجهه نظره ايه بالظبط. والله يا كابتن محمد، هو مستر جوميز يعني من الشخصيات المحترمه، من الشخصيات اللي انت حتى لما تيجي تتكلم معاه انت تبقى مبسوط انك بتتكلم معاهم، بيسمع قوي ونفسيا بيتعامل معاك كويس، انا عمري ما وقفت مع مستر جوميز وحسيت منه ان هو مش حابب وجودي، بالعكس الراجل دايما بيتكلم معاه بشكل محترم قوي قوي، ودايما بيديني نصايح، ودايما يعني والله مش بكذب دايما بيتعامل معايا ان هو انا ليك مستقبل ليك كذا، طبيعي ممكن يتكلم معايا في امور انا محتاجه احسنها عندي محتاجه اطورها، فالامور دي كلها بتعلمها منه، وانا يعني الراجل حتى انا لما بيكون في حاجه انا نفسي بروح اتكلم معاه، انا من نوعيه ما عنديش مشكله ان اروح اتكلم مع المدرب على فكره، اقول له في ايه، طب اتعلم ايه، في حاجه معينه انت عايزها مني، وانت شايف حاجه انا اطورها في نفسي، انا بحب كده، طبيعي انت طول ما انت بتلعب كوره تفضل تتعلم، هتفضل تتعلم لحد ما تبطل، طبيعي هتفضل تتعلم، فانا الراجل كل تمرينه اتعلمتها معاه
حاولت، كنت بحاول ان انا اخد منه كل نقطه ايجابيه منه بصراحه يعني. هو راجل محترم وبس دي كوره طبيعي. انا حاسس ان انا كاحمد ضيعت كتير قوي من كام سنه، كنت اقدر من كام سنه اقدر العب اكتر من كده كمان، ولكن الظروف بتحكم شويه. ولكن طبعا قدر ربنا، وربنا دايما عارف الوقت اللي هيجي لك تبقى انت منور فيه قوي، عارف الوقت اللي انت هتبقى حاطط رجلك بشكل كويس. عمري ما زعلت ابدا ان الفرصه اتاخرت، ولكن زعلي ان انا دايما حابب عايز اخد الفرصه زي اي زميل ليا بياخدها في انديه بره. ولكن متيقن جدا وعندي ثقه في ربنا وفيا، وان انا ايا كانت الفرصه هاخدها مع الزمالك هاخدها بره الزمالك، ولكن ان انا هقدر اعمل حاجه اوصل لاحسن حاجه في الكوره. ثقه في ربنا يعني اول حاجه وثم فيا. ان شاء الله يا احمد ربنا يكتب لك كل التوفيق سواء كان مع الزمالك او مع اي نادي انت تختاره. وانا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وكل التوفيق ليك. الحاجات العالقه يا جماعه يعني في اي نادي في مصر طبعا الروايات اللي زي روايه احمد رفاعي ومع الزمالك بيحتاج ان يسمع فيها الطرفين عشان تكون الروايه واضحه يعني، لكن اذا كانت الروايه كما يقول احمد رفاعي فهنا النادي لازم ياخد قرار، لان انت هنا بتضيع سنه من حياه لعيب، فلازم يبقى في قرار واضح. انت مكمل، انت خد استغنى وتوكل على الله، انت اطلع اعاره بشكل واضح. فيجب ان يقال هذا الكلام بشكل اوضح من كده، لانه واضح من كلامه انه ما حدش اتكلم معاه في حاجه مؤكده او يقين. وما اعرفش هل المسائل مع الرفاعي تستدعي ضروره انه يكون بره نادي الزمالك، ما اعرفش الجهاز الفني طبعا ومحللي الاداء وكل الناس تشوف افضل مني بكتير في هذه القصه. طيب نتحول سريعا الى النادي الاهلي. الاهلي الاخبار فيه في الوقت الحالي من حيث الصفقات الامور هديت، لكن من حيث تجديد عقد محمد الشناوي هو الشغل الشاغل في الوقت الحالي. محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري وحارس مرمى النادي الاهلي موضوع التجديد في الوقت الحالي. هناك ما يشبه الاتفاق الداخلي داخل مجلس الإدارة على ضرورة تجديد عقد محمد الشناوي. يعني الراجل هنمدله تقديرا لمسيرته الكبيرة مع الأهلي، اقتناعا بأن له دور مهم جدا مع اللعيبة في أرض الملعب وفي أحيان كتير يستحق أن هو يكون موجود الرقم واحد كحارس مرمى بالنسبة للنادي الأهلي. التالتة وهي أهمهم أنه في قدم المواعيد الموسم الجاي أو الموسمين اللي بعدهم اللي هناك فرضية أنه هو يمدهم، يعني له دور مهم جدا مع كابتن سامي قمصان على الدكة، وجود حد تقيل يقدر يحتوي المشاكل يقدر يكون قائد داخل غرف خلع الملابس. كل حراس العالم الكبار اللي من الليفل ده كان عندهم هذا الدور، يتقدمهم الأفضل دائما جان لويجي بوفون سواء كان مع يوفنتوس أو مع المنتخب الإيطالي. أي حارس كبير بيختم بيلعب هذا الدور، أي كابتن كمان حتى لو ما كانش حارس بيكون له دور زي ده مع بقية اللاعبين. يعني الشناوي فجر أيدول، حاجة اللعيبة كلها تبص عليها وتتعلم منها، وبالتالي دي نقطة مهمة جدا. كنا بنتكلم في السياق ده مع كابتن حسام حسن والمنتخب المصري ان وجود حد على الدكه كبير يحتوي غضب الدكه لو حصل اي حاجه بيكون حاجه من الحاجات المهمه جدا في الكوره. وبالتالي شنو غالبا مكمل مع الاهلي في فتره قادمه، تاكيد على معنى مهم جدا غير الكوره خالص، انه الاهلي دايما بيشتري اللي يشتريه. ما هو معلوم يقينا انه الشناوي اتت ليه عروض ضخمه من السعوديه في اوقات كتير، مش بس موسم اللي فات او اللي قبليه او النصر، من البيك مع الاهلي ومع منتخب مصر من بعد كاس العالم. يعني في اوقات كتير الشناوي كان موجود فيها مع المنتخب من كاس الامم مش كاس العالم، ما بعد كاس الامم في اوقات كتير الشناوي كان عنده عروض فيها كتير، اشترى وجوده مع الاهلي. وطبعا كان في تقدير للقصه دي ماليا ومعنويا وادبيا وكل شيء، ولكن الاهلي في المواقف دي بيشتري اللي يشتريه للعيبه اللي من الليفل ده. فعلي معلول محمد الشناوي الحاجات اللي شبه دي ما بتجيش في العمر كتير بالنسبة للأهلي، ويعلم مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مقدماتهم كابتن بيبو طبعا هذا الأمر. أخيرا مشكلة مواجهة مصر وبوتسوانا، المنتخب المصري اعترض على ميعاد الساعة 7 فأصبح الساعة 6. الكاف أبلغ المنتخب أو الاتحاد الكرة المصري أنه موعد المباراة 7 بتوقيت بوتسوانا، توقيت بوتسوانا 7 توقيت القاهرة، 6 بوتسوانا 7 توقيت القاهرة، 6 بوتسوانا 7 توقيت القاهرة. هما كانوا عايزينه 7 توقيت بوتسوانا، فترحلت ساعة لأنه اتحاد الكورة اعترض على أنه عندي لعيبة محترفة هتخلص ولازم تسافر، فالتقديم الساعة دي هي اللي حصلت.
وتم الاتفاق على إيده بإذن الله مواجهة المنتخب المصري مع بوتسوانا في تمام 7 بتوقيت القاهرة. ده طبعا الحصة التدريبية الموجودة النهاردة من كابتن حسام حسن، وكنا بنقول امبارح انه قد يصل المنتخب المصري الى بوتسوانا قبل وصول بوتسوانا، تقريبا ده اللي حصل يعني. البوتسوانا ما لحقوش ان هم يرجعوا على خلفية انه المباراة اللي كانت خارج ملعبهم ما لقوش طيارة تجيبهم من موريتانيا الى بوتسوانا، وتأخر الموضوع كثيرا جدا جدا لغاية ما الامور اتحلت. طلبوا تأجيل المباراة علشان تكون بالليل الساعة 9 اترفض، طب 7 اترفض، لغاية ما وصلنا إلى 7 بتوقيت القاهرة بقى. ده الميعاد المحدد لمواجهة الغد. دي كانت آخر الأخبار الموجودة في الساحة المحلية في الوقت الحالي. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع حضراتكم كلام، خليكم معانا على أون تايم سبورتس. المنتدى الإعلام الرياضي النهارده وامبارح استمتعنا ببانلز وسيشنز كانت في منتهى الأهمية بيحضرها نجوم من بره، ودي النقطة الإيجابية. المنتدى ده ببساطة يعني كان بيتكلم على مواضيع كتير ليها علاقة بالإعلام، الإعلام إزاي ما يكونش فيه تعصب موجود في الوقت الحالي، أسباب التعصب إيه أساسا، إزاي تقدر تحلها، ده كان جزء من الأجزاء. حاجات تانية كان الكلام فيها على فكرة البودكاست اللي بقت منتشرة جدا جدا على مستوى مصر وعلى مستوى العالم، مواضيع كتير. وأعتقد أنه على مدار اليومين أكيد شفتوا وتابعتوا آخر الأخبار وآخر اللقاءات الموجودة من المنتدى الذي كان يليق الحقيقة بالضيوف الموجودين. كان هناك عدد كبير من الإعلاميين من قنوات أوروبية، عدد من الصحفيين اللي في أماكن مرموقة جدا في إنجلترا، فأعتقد أنه كان فيه إفادة بدرجة كبيرة في هذا السياق يعني. طيب الانترفيو مع واحدة من أقوى المذيعات الموجودين في إنجلترا هي أليسون بندر، وأليسون بندر هي مقدمة برامج في سكاي سبورتس، اشتغلت مراسلة لفترة، اشتغلت مع بي بي سي، مع سكاي، مع ESPN، مع شبكات كتير جدا على مستوى العالم، وطبعا كانت موجودة في مصر عشان الكلام عن القصة دي، زي تقدر تعمل رحلة إعلامية، الفرق ما بين الإعلام بره وهنا إيه، تكلمنا فيه حاجات كتير. وكان هناك كان لنا حظا يعني في هاتريك رحنا من معها لقاء تتكلم فيه على نقط مهمة جدا. أولا زي القنوات بره بتشتغل، يعني بيحطوا جراد، بيحطوا برامج عاملة إزاي. حاجة تانية الفرق الحقيقي بين توجه الإعلام بره، توجه الإعلام في المنطقة العربية، لأنه كل الفيلم ده مش معمول لمصر، معمول على الفرق بين الإعلام الغربي والعربي. الحاجة التالتة عن محمد صلاح اللي هي ليها فيه رأي مهم جدا على موضوع التجديد. وحاجة رابعة كانت يعني في السياق بقى الألعاب الخفيفة، يعني عن أفضل لاعب أفريقي في البريمير ليج من وجهة نظرها الشخصية. وبالتالي نتابع هذا اللقاء مع أليسون بندر وفاصل، وهنرجع من الفاصل هنعمل إيه؟ نستقبل دكتور عادل سعد اللي هينورنا ومشرفنا. لسه عندنا كلام كتير عن تصفيات آسيا في كأس العالم اللي فيها إثارة كبيرة جدا، تصفيات الأفريقية لكأس الأمم اللي السودان والمغرب يصنعون الحدث فيها. فاستنونا بعد هذا اللقاء وبعد الفاصل هنرجع وعندنا جزء تاني هيبقى قوي جدا جدا في التحليل والكلام في الكورة بقى، يعني كفاية مشاكل وكفاية أخبار، نتكلم بقى شوية في الكورة مع دكتور عادل سعد، فخليكم معنا بعد الفاصل. Situation between Salah and Liverpool is different from Sadio Mane and different from Firmino, or do you think it's the same issue? At certain age, you must take a decision. Absolutely, every single footballer knows what they need to do, and I think it's sometimes very unfair that we talk about greedy footballers wanting to go for the money, because a player's career is incredibly short, and obviously the earning potential of Mohamed Salah is it's huge. I mean, brand deals and all the rest of it. So it's not necessarily just about money, but it's also about playing, and it's also about family. You have to think about his family, the sacrifices that he's made. And, you know, this is not someone who is born in Liverpool. This is not somebody who is from Liverpool. So you can understand there are so many other factors that go into it. So I think that sometimes we can be very judgmental, and we need to realize that we don't know the full story. You saw a lot of legends, African legends in English Premier League, from the Didier Drogba to Samuel Eto'o to Salah, Mahrez, Ziyech, Okocha, and so on. In your opinion, who is the best African player in Premier League history? Didier Drogba.
He is my man. I mean, honestly, Chelsea haven't had a good number. With love. Chelsea haven't had a good number nine since him, in my opinion. We've had so many players who try and come in and don't fit the system. He had this incredible arrogance, but the right kind of arrogance. He just changed games. We saw him in the Champions League final. I saw so many late winners. And he's a really humble guy as well. And he's an incredible ambassador. He stopped civil war in his country. He's so much more than just a footballer. And he actually became a bit of a friend in the end as well to me. I really respect him. I think he's a fantastic footballer. And yeah, he's got to be my favorite. But of course, Mo Salah is up there as well. He's absolutely phenomenal. So, if you talk about the media in England and the difference between England and Egypt or in Middle East, the talk shows is trending a lot of times, talking about the problems, the issues and so on. In a channel like Sky, like BBC, like CBS, what is the types of the programs that you present or you follow on these channels? It's interesting. It's actually always changing. So I've been doing this for 20 years. And when I first started out, I did very simple news shows, news reading and chat shows as well, debate shows. I think everyone loves a debate, whether it's about Mo Salah or someone else. There's always big issues in football. VAR is a big talking point. But I think now they're actually trying to change things so they're a little bit more casual. So I think having people on who are behind the scenes, perhaps speaking to kit men, nutritionists, seeing what goes on behind the scenes, these kind of shows are becoming really popular, particularly on channels like YouTube or social media channels, TikTok as well. So I think there is a huge variety. Then, of course, there's the pitch side reporting, the live game analysis, which I love. I've always been a part of that. That's one of my favorites. And the regular news as well. So I think that there's just such a variety. And I think it's really important to constantly be evolving and seeing what people want, seeing what young people want, and diverse audiences. Yeah. From one of the best presenters in Europe in these times, how can we make a media interesting to the fans without fight between the fans? How can we make it? I think it's about authenticity. It's about knowing exactly what you want to do and sticking with that. So there's nothing wrong with copying something that you've seen that's great. But do it your way and think about what is it that Egypt has to offer that's different? What is it that you can understand and know about better than anyone else? And I think just having that kind of that very sort of one-track mentality, people love authenticity. They don't want to see spin, media spin. They want to know the truth. So I think if it's opinions, it has to be authentic opinions. I think the English media has become much more opinionated now than it used to be. In the past, it was very much about reading the news and that was it. But now we're allowed to have an opinion. And I think that's no bad thing, as long as you know where you stand. And I also think listen to what the fans want. What are people asking for? What do they want to see? Do they want to see behind the scenes? Do they want opinion? Do they want stats? Do they want tactics? What do they want? And then listen to that. Thank you so much, Alice. We'd like to see you in Egypt. And you're welcome here. I hope the best for you in this forum. Thank you so much for having me. وفي الحديث عن الوطن العربي دايما بيشرفني وبينورني الدكتور عادل سعد مؤرخنا ومحللنا الرياضي. يا نجم مساء الفل. مساء الفل عليك يا محمود. انت لسه مخلص تصفيات افريقيا ولسه تصفيات المونديال لسه مخلص منها، فعندنا شويه حكاوي كتير يعني. حكاوي كتير ولسه كمان الماتشات مكمله معانا بكره، تصفيات افريقيا وتصفيات برضو كاس العالم في اسيا. ده حقيقي ده حقيقي. عندك لسه سهره طويله في القصص دي يعني. لسه يومين طيب. كده ماتشات كتير. طيب قصتنا الاولى هي قصه ملهمه جدا يا جماعه، لانه يتحدثون عن رجل حارب كثيرا من أجل إثبات الذات في المغرب. قصة ملهمة لأي حد بيحب الكورة ولأي حد حتى لو شاب فكر أنه يشتغل مدرب في سن صغير. بنتكلم على مدرب عنده 28 سنة وثق فيه رئيس نادي في الدرجة الخامسة علشان ياخد هذا الفريق ويصعد به لحد الدرجة الثانية في الدوري المغربي، في أكبر المفاجآت وأكثرها سرور لكل الجماهير المغربية بشكل خاص وعلى مستوى الوطن العربي بشكل عام. اسمحوا لنا نستقبل من المغرب المدير الفني الرائع مهدي الجبري اللي منورنا
ومشرفنا علشان نتكلم معاه عن تجربته الملهمة مع فريق اتحاد يعقوب المنصور الذي فاز على الجيش الملكي بثنائية في كأس التميز المغربي منذ ساعات قليلة، والعامل تجربة في المغرب الحقيقة من دوري الدرجة الخامسة وحتى دوري الدرجة الثانية تستحق السرد ونستحق أنه نستمع لهذا الرجل وهو في عمر 28 عاما. كابتن مساء الخير، مليون مبروك، منورنا ومشرفنا في الإعلام المصري أولا للمرة الأولى وفي برنامج هاتريك على أون تايم سبورتس. تحياتي وتحيات دكتور عادل سعد ليك. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ محمد، مرحبا دكتور عادل، سعيد أيضا بالتواجد معكم، وإن شاء الله نحرك المشاهد الكريم في الوطن العربي كله نفرق المغرب من التجربة ديالي إن شاء الله. شكرك، شكرا جزيلا. القصة ملهمة جدا، حابين نعرف منك البدايات وإزاي أنه من الدرجة الخامسة وثق فيك أحد الأشخاص، وكيف كانت الرحلة من الدرجة الخامسة لغاية الدرجة الثانية في المغرب؟ أولا كنبغي نعرف بنفسي، أنا المهدي الجابري إيتو، مدرب فريق اتحاد يعقوب المنصور. كما شرحتي فانايا البدايه ديالي كانت مع فريق اتحاد يعقوب المنصور، ولكن كمدرب للفئات الصغرى اولا. بديت كمدرب فئات اقل من 18 سنه، ثم مدرب فئات اقل من 20 سنه. الموسم اللي بعد، ثم الموسم اللي بعد اصبحت مساعد مدرب الفريق الاول. ثم مدرب الفريق الاول بالقسم الخامس درجة خمسة في الدوري المغربي. الحمد لله وفقنا الله أننا صعدنا في 4 مواسم 3 مرات، يعني 3 مرات من القسم الخامس إلى القسم الثاني، القسم الثاني احترافي. وكما كانت الإشارة من طرف سيادتكم، أن لولا الثقة ديال رئيس الفريق والمكتب المسير ما كانش بالإمكان أنه يتحقق ولا شيء من هاد الإنجازات كل. طيب عندي هنا سؤالين. أولا، انت ازاي كنت مقنع بالنسبه لرئيس النادي؟ بنتكلم على مثلا من 3 4 سنين، يعني كان عمرك حوالي 25 سنه 26 سنه حاجه في الاطار ده. ايه الرخص اللي كانت معاك وقتها؟ ايه الخبرات التدريبيه اللي كانت معاك وقتها؟ ازاي تم اقناعه بانك تكون موجود؟ والصراحه انني نكون مدرب فريق الاول لم ياتي باقتراح مني، على العكس، فمن خلال الاشتغال مع الفئات السنيه، فئه اقل من 18 سنه واقل من 20 سنه، فالرئيس والمكتب المسير والاداره ديال الفريق ارتأوا على ان هناك عمل من خلال منظومه لعب الفريق على ان يتم تصعيد شبان الفريق للفريق الاول، وبالتالي كان الاقتراح منهم على انني نكون مساعد مدرب. ثم اتى بعد ذلك اقتراح انني اكون مدرب، فرحبت بالفكره. لان دائما هناك مره اولى، فقلت لما لا، سنشتغل سنجتهد، والكمال من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله كله بفضل الله وبفضل الثقه ديال الفريق والمحيط والتشجيع ديال الناس اللي كانوا دايرين، يعني اللي كانوا من حولي. الحمد لله كل هذه الاشياء اعطت الثمار ديالها ووفقنا الله الحمد لله. كابتن جبري مهدي، تحسوا اسم بيتردد كتير الفتره الاخيره في الاوساط المغربيه، حابب اسالك عن شيئين مهمين. نمره واحد، انت بتنتمي لمدينه الرباط وفيها انديه عريقه زي الجيش الملكي، الفتح، قبلها الجمعيه السلويه، وحاليا انت مع اتحاد يعقوب المنصور. طموحاتك ايه السنه دي؟ والحاجه الثانيه اللي عايز اسالك عليها، المنافسه ازاي كانت في الدرجه الثالثه مع نادي كبير وعريق صعد معاك من الدرجه الثانيه الثالثه للثانيه، وهو النادي القنيطري او الكاك كما هو معروف في المغرب. واولا بالنسبه للمنافسات، الموسم لن تكون منافسه سهله، بحكم ان القسم الثاني احترافي المغربي يتوفر على انديه عريقه، يعني مثقله بالالقاب، يصعب حصرها. تقريبا جميع الانديه التي تزاول بهذا القسم فهي سبق لها ان زاولت بدوري الدرجه الاولى للمحترفين، وبالتالي لابد من اعداد العده والاستعداد الجيد ان شاء الله باش الفريق يزكي النتائج التي حققها سابقا، ويكون من بين الفرق اللي غادي تسعى باش انها تكون في الصفوف الاماميه هذا الموسم ان شاء الله. هناك مشروع مع المكتب المسير من اجل الصعود للقسم الاول احترافي، ولكن مشروع على موسمين، على مدار موسمين. اذا كتب لنا ذلك هذا الموسم فمرحبا والف مرحبا، وسنشتغل من اجل ذلك. اذا لم يكتب ذلك
سنشتغل الموسم المقبل على تصحيح الأخطاء وتعزيز المكتسبات من أجل أن الفريق يصعد لدوري الدرجة الأولى، خصوصا أن هذا الموسم فهو موسم استثنائي بحكم أن الفريقين المحتلين للصف الأول سيصعدان مباشرة، والفريقين المحتلين للصف الثالث والرابع سيخوضان مباراة سد من أجل الصعود ضد الفرق المحتلة للصف الثالث عشر والرابع عشر في القسم الأول. بالتالي جميع الحظوظ فهي متاحة، ما علينا إلا الاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق هذا المنتغى. بالنسبة للسؤال الثاني الذي يخص المنافسة في دوري الدرجة الثالث، فهو كان موسم صعب وشاق بحكم أيضا أن هذا القسم يتوفر على فرق سبق لها أن نافست بدوري الدرجة الأولى، ومنها من هو متوج بالألقاب كالنادي القنيطري كما أسلفت الذكر، وأيضا الاتحاد البيضاوي الذي فاز مؤخرا بكأس العرش المغربية ومثل المغرب في كأس الكونفدرالية الإفريقية، إضافة إلى فرق أخرى سبق لها المزاولة بالقسم الأول. فكان لنا أن نستعد من أجل أن نواصل السير نحو الأمام بحكم أننا كنا فريق صعيد للتو، فكان لابد أن نعد العدة ونستعد بشكل جيد. الحمد لله تيسرت الأمور، كنا نلعب مقابلة بمقابلة، أيضا كان مشروع الصعود في موسمين، إلا أن وفقنا الله أن صعدنا في موسمنا الأول في القسم الثالث. طيب احنا بنتفرج على لقطات من مباراة الجيش الملكي مع فريقك، وهنا عندي استفسارين. أولا، هل وصلت ليك عروض للتدريب في الدوري المغربي القسم الأول أو القسم الممتاز، يعني الدوري الممتاز المغربي؟ ده رقم واحد. ورقم اتنين، عايز اعرف طريقة التعامل مع لعبتك، لانه قد يكون في الفريق لعيبة اكبر منك سنا في نفس المعدل السني بتاعك، ده بيعمل ايه بالظبط في التعامل ما بين اللعيب والمدير الفني؟ بالنسبة للسؤال ديال اللعيبة اللي اكبر مني سنا، فالحمد لله بحكم انني اشتغلت كمساعد مدرب، فانني كنت قريب من المجموعه، كنت قريب من اللاعبين، يعني انا وجه مألوف داخل الفريق. وبالتالي لما اطلقت لي مهمه تدريب الفريق الاول لم اجد مشاكل، حكم انا من اخترت اللاعبين الذين ساشرف على تدريبهم ذلك الموسم. فالامور الحمد لله مرت بشكل جيد، لان كما تعلم يعني الاحترام لا يأتي بالسن، وإنما بالكفاءة، بالتواصل، بلغة الحوار. الحمد لله الأمور كانت على ما يرام. يعني كان هناك احترام متبادل من اللاعبين. أنا مدرب، لدي مهام لابد علي من القيام بها، هم لاعبين أيضا لهم عقود مع الفريق، يعني يحترمون عقودهم. وبالتالي الأمور فهي تسير على ما يرام. بالنسبة للسؤال الأول، عذرا لو تكرر السؤال من حقا. على فكرة العروض، هل تلقيت عروض للتدريب في الدوري المغربي الممتاز أو لا؟ بالنسبة للعروض، لم أتلقى عروض من الدوري الممتاز، ربما ذلك راجع لسبب أن بعد تحقيق الصعود، فمن خلال مروري في أكثر من مربر إعلامي، أكدت على أن لدي عقد مع الفريق، وأنا مدين لهذا الفريق بالشيء الكثير، حكم هو من صنعني كمدرب، هو من أعطاني الثقة، وبالتالي أنا لابد علي من مواصلة المشروع والصعود مع الفريق إلى القسم الأول. بس بشكل حقيقي، لو كان حصل في الميركاتو ده وقت عرض من الرجاء أو من الوداد أو من الجيش الملكي، هل كنت هترفض عروض الرجاء والوداد والجيش الملكي وتوافق أنك تكمل رحلتك بأمانة؟ يعني بكل صراحة وبكل جدية وموضوعية، هذه فرق عملاقة في الكرة الوطنية، مثقلة بالألقاب. أي مدرب كيفما كان اسمه يتمنى أن يكون مدربا لهذه الفرق التي أسلفت ذكرها، لكن أنا لدي عقد مع فريقي، وبالتالي لابد علي من احترام العقد. لو أتى اتصال كان سيكون الرد التواصل مع رئيس الفريق، إذا سمح بذلك فسأكون جد سعيد صراحة. وكما أنني أنا سعيد الآن مع فريقي، وأنا أسهر على إنجاح هذا المشروع، لأن كما قلت سابقا، هذا الفريق له الفضل الكبير. يعني صحيح، ورحلتك ملهمة الحقيقة، هو من صنعني كاسم، وبالتالي لا يمكن أن أقطع حبل الود مع هذا الفريق بأي شكل من الأشكال، لأنني
قبل ان اكون مدربا لهذا الفريق انا الان اصبحت مشجعا لهذا الفريق. 100%. احنا بنحييك من مصر بكل التحيه وكل التقدير لشغلك وعملك ومثابرتك واستمراريتك الحقيقه وعدم الياس في انه تقدر في يوم من الايام توصل مع هذا الفريق الى الدوري المغربي الممتاز. هنتابع الموسم وهنكون متابعين لحظه بلحظه كل التطورات اللي موجوده. انا بشكرك شكرا جزيلا المدير الفني مهدي الجبري، المدير الفني للاتحاد يعقوب المنصور، 28 سنه، أتى من الدرجة الخامسة وحتى الدرجة الثانية في قصة ملهمة لأي حد بيحب الكورة يحاول، لأنه في الطريق ممكن توصل إلى شيء أنت ما كنتش متوقعه. هل هو الأصغر في تاريخ المغرب؟ يعني أصغر حد يوصل للمرحلة دي؟ ما شفتش قبل كده مدرب بنفس السن ده، ويعني بيدرب الفريق بقاله يمكن 4 أو 5 سنوات اهوت زي كابتن المهدي الجبري. يمكن ويبدو أن هناك توجه في المغرب الفترة الأخيرة. شفنا طارق السكتاوي كان لعيب كبير وبس لسه سنه صغير، بس تولى مسؤوليه المنتخب الاولمبي وفازوا بالبرونزيه في الاولمبياد. شفنا وليد الرجراجي، قبليه جمال السلامي، قبليهم حسين عموته. فيبدو ان التوجه دلوقتي في المغرب اعطاء الثقه للمدير الفني المحلي، وان كان رغم ان انا بقول الكلام ده ان الكبار في المغرب لحد دلوقتي بيتم الاعتماد اكثر واكثر على المدربين الاجانب، زي ما بنشوف دلوقتي رولانا مكوينا او تمسلاف مشينوفيتش او حتى المدير الفني روسمر موجود مع الرجاء المغربي. ولكن تجربه ملهمه، نتمنى له التوفيق. وانا كده كده اصلا محمودي بتابع الدرجه الثانيه المغربيه عن طريق ابلكيشن، مش الماتشات بس. انت بتابع الدوري التونسي عشان الانبساط اللي بيحصل في المدرجات؟ فريق قصص كتير يعني. طيب انا عايز يعني طالما فتحنا المغرب يعني فنكمل لحد الاخر. فوزي لقجع بعد كل فتره بيكون في حاجه جديده، يعني مره مع المنتخب الاول في اللعيبه اللي نشأوا في اوروبا، مره زي المنتخب الشباب او الناشئين يقدر يلعب نفس اللعبه، مره في انه زي قطاعات الناشئين تقدر تقوم في الدوري، لانه الدوري لسه عنده مشاكل كتيره جدا جدا. تمام. والاسبوع ده في جديد عند فوزي لقجع، ده في جديد الاسبوع ده وفي جديد ما قبل الاسبوع ده بشهر. ماشي. ليه بقى؟ بص، هو جميل جدا ان انت بتحط خطط من اجل تطوير الكره في المغرب، وخلينا نبقى محقين ان برضو الكره المحليه في المغرب فيها بعض المشاكل، وما فيش كره محليه في الوطن العربي كله اللي عندها بعض المشاكل، لكن هو بيحاول يتخطى المشاكل دي. نمره واحد، الشهر اللي فات تفاجأ الجميع بمشروع بيتم من لتموين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مع المكتب الشريف للفوسفات. ليه؟ عشان تكوين مدارس التكوين، يعني يعملوا مدارس للتكوين في الأندية ويساعدهم في بناء المدارس دي، لأن لحد دلوقتي أكاديمية محمد السادس قائمة وبتدي لعيبة جيدة، أكاديمية الجيش الملكي المغربي، ولكن بعض الأندية الكبيرة ما عندهاش مراكز التكوين القوية. فتعال احنا هنعمل تعاون مشترك مع مكتب كبير جدا أو شركة كبيرة جدا في مجال المولد، راعي سبونسر يعني، سبونسر، وتعال نساعد الأندية ديت عشان يعملوا مراكز تكوين. فبدل ما يكون عندي مركز تكوين واحد واثنين وثلاثة، ليه لا ما يكونوش 10 و20 عشان تساعد على خروج المواهب. خلصنا من الموضوع ده، كل تفاجأ بالبطولة الجديدة المستحدثة وهي كأس التميز اللي من خلالها كابتن مهدي الجبري عمل واحدة من المفاجآت فيها وتغلب. أنا جاي لها بس عشان نكمل قصة السبونسر. هو السبونسر ده موجود عند الأندية اللي هي مش قادرة تكون قطاعات ناشئين تحت، يعني أنت مش قادرين تساعدهم ماديا أنك تعمل قطاع، لا، ويبني له كمان مركز التكوين. أوكي، تبني المركز، مركز التكوين، ويساعد الأندية فيه عشان تنتشر مركز التكوين في المغرب. ويمكن دي حتى الاتفاقية اللي تمت في وجود فوزي لقجع مع المدير المكتب الشريف للفوسفات في المغرب علشان يعملوا المشروع ديت اللي هي شركه او سي بي يا محمودي. اوكي، تمام. ماشي. فده عشان يزودوا عدد، ده خطوه رقم واحد. خطوه اثنين بقى، المستحدث هو كاس التميز. كاس التميز، احكي لنا بقى. اقول لك كاس التميز من وجهه نظري هو مش زي الكرباو. الكرباو انت مش ملزم ان انت تلعب ناشئين هنا في كاس الرابطه، ما انتش ملزم تلعب ناشئين، ولكن هم بقى بيلزموا في كاس التميز. بمناسبه يا جماعه، دايما بندور على الافضل، دايما هنا بندور على الافضل. القصه اللي هيحكيها عادل سعد دلوقتي عن كاس التميز دي، لو فعلا الناس في كاس الرابطه عايزين ينجحوا البطوله، فكر في ده جدا وعرضوا على الانديه في مصر بالشكل اللي عادل سعد هيحكيه ده. دي تجربه ممتازه الكل يستفيد منها في الوقت الحالي. اتفضل يا فندم. احنا دايما بنبحث على تطوير قطاعات الناشئين عندنا في مصر. ماشي. اللي دايما ما بتلاقيش الفرصه، او بعض اللاعبين الناشئين. يمكن انت كنت لسه جايب واحد من اللعيبه الجيده جدا رفاعي، واللي هو بيبحث عن ذاته. طب بتبحث عن ذاتك ازاي وانت ما بتلعبش في الفريق الاول باستمرار؟ هنا ظهرت بطوله كاس التميز في المغرب من اجل الاستمراريه واعطاء الفرص للاعبين تحت 23 سنه. ليه؟ لان انت النهارده البطوله ديت متكونه من 32 فريق،
8 مجموعات، كل مجموعه 4 فرق، 16 فريق من الدرجه الاولى المغربيه و16 فريق من الدرجه الثانيه اللي فيهم اتحاد يعقوب المنصور اللي بيدربه الكابتن مهدي الجبري. كويس. هيتقسمهم على 8 مجاميع زي ما انت شايف قدامك كده محمود. المجموعه الاولى الرجاء المغرب التطواني اولمبي خريبكا النادي القنيطري. ماشي. هتلاقي ناديين من الدرجه الاولى وناديين من الدرجه الثانيه، الجيش الملك حسين الاجدير اولمبيك الدشيره اتحاد يعقوب المنصور. مدخل الدرجه الثانيه في الموضوع. الدرجه الاولى والثانيه مع بعض. ممتاز. ال 32 فريق موجودين، نهضه بركان المغرب الفاسي دول درجه اولى، وداد فاس رجاء بني منال وده واحد من الانديه الكبيره اللي فاز قبل كده بالدوري ولكن موجود في الدرجه الثانيه، اتحاد تورجه واتحاد طنجه شباب المسيره واستاد المغربي. فدول اتنين برضو وهكذا كل المجاميع كده. عاملين بقى حاجات ملزمه جيده جدا هتدي فرصه للعيبه اللي تحت 23 سنه. الا وهي اي مباراه بتلعب انت هيبقى ورقه الشيء سكور شيت بتاعتك هيكون فيها 20 لاعب، 10 لاعيبه منهم لازم يكونوا تحت 23 سنه. مش بس كده، طب ما انت ممكن تشرف 10 لعيبه السكور شيت من ال 20. ماشي. مش بس كده، طب ما انت ممكن تجيب لي ايه 10 من الفريق الاول تحطهم على الدكه، ولا ودي 10 من الفريق الاول تحط 10 من تحت 23 دول على الدكه وتلعب لي 10 وتجيب واحد بس معاهم يبقى 11. لا، ده بيلزمك يكون في 6 لعيبه في ارضيه الملعب تحت 23 عام. ولما تعمل تغييرات تحافظ على الست لاعبين تحت 23 سلام عام. سلام عليك. عشان ما تجيش انت بعد ربع ساعه ولا نص ساعه تعمل لي 5 تغييرات الاقي ان التكوين البشري بقى كوميدي جدا. بالظبط. انت محافظ على الست لاعبين تحت 23 عام طوال احداث المباراه. فبالتالي انت من خلال المباريات اللي زي ديت هتبقى في افراز للاعبين تحت 23 سنه يبتدوا ياخدوا فرصهم. مع الانديه ما بتبحثش على النتائج، كل اللي بتبحث عنه ان انت يطلع لك لاعب ولا اتنين من اللعيبه الصغيره في السن. عشان كده لما تتفرج على الجيش الملكي او الرجاء او الوداد هي فرصه لاعطاء اللاعبين فرصه من اجل المشاركه 100%. بالظبط كده. فده كان كاس التميز البطوله، وفرصه ان الناس تبص على انديه الدرجه الثانيه واللعيبه اللي عندها الناشئين كمان. ده انا عايز اقول لك على حاجه. ده انا عايز اقول لك على حاجه. انت عندك اكاديميه محمد السادس من الاكاديميات اللي هي عملت مجهود كبير في الكره المغربيه الفتره الاخيره. اللعيبه اللي لا يتم تسويقها اغلبهم بيذهبوا لنادي ايه؟ اتحاد تورجه. ونادي اتحاد تورجه ده اصبح كده مفرخه برضه للاعبين، بدليل ان انت في لعيب طلع من اتحاد تورجه ذهب للجيش الملكي كسر الدنيا في الدوري المغربي السنه اللي فاتت. وهو امين الزحزوح. ويكفي ان انت تشاهد اول مباراه في الدوري المغربي والفوز العريض في ملعب البشير، ملعب شباب المحمديه بخماسيه للجيش الملكي. امين بص عارف كده اللي فاكر ايام السبعينات. بص شوف امين الزحزوح بيعمل ايه. صنع هدفين وجايب الهدف الخامس بكل حرفيه ومعلمه زي ما بيقولوا. فهنا انت لا، ما هو احنا النهارده بتذهب على اتحاد تورجه، لا يا عم تعالى في بطوله اهي طلع منها الناشئين زي ما انت عايز خليهم يلعبهم عشان ممتاز. تقدر لو ممتاز. كل نادي استفاد بلاعب ولا اتنين كمان المنتخبات هتستفيد. اولمبي ومنتخب للشباب واللي في الدرجه الثانيه بيبان يا جماعه يعني الاهداف اللي احنا عايزينها من بطوله كاس الرابطه ده. ايوه يعني ان الفرق الكبيره تشارك. بالمناسبه هو الجيش الملكي اتغلب المباراه الاولى امام اتحاد يعقوب المنصور 2-1 الكابتن مهدي قايد. صح. والرجاء اتغلب. والرجاء انا عايز اقول لك على حاجه. والرجاء اتغلب. عايز اقول لك الوداد فاز في اول مباراه قصاد شباب المسيره، بس انا عندي لك صوره مهمه. طب قبل الصوره. طيب. يعني الكبار بيتغلبوا عادي. عادي جدا. ما بيتقمصوش. لا خالص. عادي. خالص خالص. هو اهم حاجه عندهم مشاكل. وعايز اقول لك على حاجه، الاجواء احتفاليه. والدليل الصوره اللي انا عايز اوريها لك. نورلاني ماكوينا. مباراة شباب المسيرة هو واحد من الأندية الكبيرة اللي لعبت فيه الدوري الدرجة الأولى المغربي. وينتمي لمدينة العيون، المدينة اللي بيعتز بها المغاربة جدا جدا جدا. ماشي. وكابتن أو المدير الفني لشباب المسيرة سمير يعيش أهدى رولاني ماكوينا جلباب صحراوي اللي هو من التراث. واتفرج بقى على فرحة رولاني ماكوينا وهو متصور بالجلباب. طيب. الصحراوي دي يمكن حتى دي مباراة المباراة الأول لحد ما نجيب الصورة بتاعت طبعا كانت أهداف المباراة. وبالتالي الأهداف تحققت من كأس التميز حتى الآن من الناحية الظاهرية على الأقل يعني. بالظبط. أنت اللي عايزك أقول لك إن في ماتش الوداد يا ريت نجيبه الأهداف. اتفرج على الهدفين اللي جايين من الوداد. حاجة متعة. الماتشات مش قوية قوي ولكن مهم ان انت بتدي فرص للناشئين. اتفرج على الهدفين بتوع مباراة الوداد والفوز الاول ليهم في البطولة. ولا يعني البطولة هي فرصة لاعطاء الناشئين. وهتبص هتلاقي الوشوش كلها تحت 23. رولاني ماكوينا. يا ماكوينا. يا ماكوينا. اشرف ماكوينا مش اسامة بقى. اشرف ماكوينا. ده انت استلموك يومها. طبعا. روقوك. حقهم. اشرف ماكوينا خد الهدية من سمير يعيش اللي هو المدير الفني لشباب المسيرة وكان مبسوط جدا لان تحس ان اجواء احتفالية في البطولة ديت. طبعا. وفرصة لاعطاء للناشئين وفرصة ان انت تتفرج على الناشئين من كل
نادي. لو معانا جوان الوداد نشوفها يا جماعه برضه، يعني لو جوان معانا برضه نتفرج الناس على انه البطولات دي بيحصل فيها ايه، يعني الاجوان طبيعتها ايه، الماتشات اخبارها ايه، الجمهور اخباره ايه، كل ده مهم ان الناس تتفرج عليه يعني. الاستفاده هنا بالنسبه للانديه كمان اللي هي ما عندهاش بادجت كبير، رجاء وداد مثلا، ادي الهدف الاول يا محمود اهو للوداد. اوكي، تسديده صاروخيه حلوه جدا، واتفرج على الهدف الثاني بقى، جدا الجمهور وراك اهو في المدرجات حتى لو العدد قليل بس الناس جايه تتفرج يعني. الهدف الثاني اهو، ادي الهدف الثاني نفس الحكايه. اوكي، فهي فرصه، فرصه والالتقاط الانفاس كمان، وبتتعمل في فتره التوقفات الدوليه. ودي ميزه طبعا، فتره توقف دولي يعني، ومفيش مجال للاعتذار، كله بيشارك. وده حاجه مهمه جدا 100%. فانا شايف انها البطوله صحيح مش هتبقى بقوه كاس العرش ولا بقوه الدوري المغربي، ولكن هي فرصه للاعبين الصغار في السن في الانديه بتاعتهم. طيب نروح على المنتخب المغربي، فوز متاخر النهارده شويه، فوز متاخر النهارده امام لسوتو، ولكن تقدر تقول من خلال تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي خلاص كده المغرب رايحه عشان هي المنظمه للبطوله، هي فرصه للتجريب. ولما تتفرج على مباراه الجابون، مباراه الجابون دي حصل فيها بعض الحاجات اللي انت تقدر تاخد منها ملامح ان انت فعلا هو وليد الرجراجي بيحاول يطمن على التشكيله وبيحاول يجرب حاجات كتير، لان انت النهارده اول مره كنت اشوف التركيبه بتاعت عبقار مع نايف اجرد في الخط الدفاعي. البعض كان بيلوم على عبقار في المباراه، ولكن انا ما اقدرش الوم عليه قوي، لان انت برضو التشكيله اللي كانت بتلعب للمنتخب المغربي بطريقه الاربعه واحد اربعه، بص على التشكيله محمودي، ما فيش الا سفيان مرابط فقط في وسط الملعب اللي يقدر يعمل نواحي دفاعيه. اشرف ونصير متبدلين، اشرف بالظبط، اشرف كان بيلعب ظهير ايسر، نصير يعني نصير هو اللي بدا يمين واشرف شمال الناحيه الثانيه بالظبط كده. أوكي. فانت لما تتفرج على التشكيله انت كان في وجهين مختلفين للمغرب في المباراه، وجه هجومي قوي جدا وقدروا من خلاله هم يسجلوا رباعيه، ولكن في المقابل كان وجه دفاعي سيء شويه، لان منطقي لانه ابراهيم دياز والخنوش الله ينور عليك والزلزولي وسفيان رحيمي وحكيمي كان ومزراوي بالظبط، مفيش توازن خالص، وحتى كمان حكيمي مش قادر كمان يطلع اللي عنده زي ما بيعمله في كظهير ايمن. فهنا شفت بقى وجهين مخالفين، واحد قوي جدا هجوميا وعندهم مشاكل دفاعيه، ولكن انا زي ما بقول لك مباراه التصفيات بالنسبه للمغرب في كاس الامم الافريقيه هي فرصه للتجريب بالنسبه ده، حتى كمان شفنا ان حكيم زياش بيلعب من قلب الملعب مش زي ما دايما كنا بنشوفه في الجناح الايمن. فبالتالي ديت فرصه بالنسبه لوليد الرجراجي يجرب كل الاسماء اللي عنده، والنهارده التشكيل لعبت امام لسوتو عايز اقول لك كلها شبه متغيره عن الجابون، عن الجابون يونس عبد الحميد لعب، اللاعب صاحب الخبرات الكبيره في خط الدفاع، ازنو لعب النهارده، كمان امين عدلي بدا المباراه، ريتشاردسون، طرغالين لعب، عندك عز الدين قناحي بدا من اول المباراه، يعني لا منير محمدي لعب، فكان في هو بيجرب، هو عمال بيدي فرص للجميع علشان لما تبقى البطوله خلاص تبقى على ارضك يبقى انت جربت كل التشكيلات المتاحه بالنسبه لك، لان انت برضه هو عنده مشكله دلوقتي، انت كنت دايما متعود على خط الدفاع في المغرب دايما رومان سايس مع نايف اكرد، نايف اكرد كان عنده مشكله مع وست هام ان هو ما بيشاركش، ورومان سايس ابتعد شويه عن التشكيله بتاعت المنتخب فبدا يجرب اللاعبين. فده اللي انا شايفه الاستفاده اللي بيطلع منها وليد الرجراجي في تصفيات كاس الامم الافريقيه هو التجريب من اجل احداث زي ما تقول كده ايه المياه الراكده تتحرك في المنتخب المغربي من اجل ان انت تصل الى التشكيله المثاليه قبل انطلاق البطوله اللي هتستضيفها المغرب لتاني مره في تاريخها بعد ما استضافت المره الاولى سنه 1988 يومها توج المنتخب الكاميروني بتاني القابه. الكل في المغرب في انتظار البطوله، يعني من ساعه ما تم الاعلان خلاص كل حاجه كامله، عندك سكواد تقيل جدا، عندك تشكيل تقيل جدا، عندك دكه احتياط كبيره جدا، عندك قواعد ناشئين ومنتخب اولمبي مطلع لك لعيبه، عندك منتخب تحت 20 تقيل، تحت 17 تقيل، المواهب بالزوفه، يعني خمسه وخمسه في عينينا طبعا، بس المواهب بالزوفه بالنسبه للمنتخب المغربي. فمع وجود الرجراجي ومع وجود المجموعه دي وقدام جمهور المغرب، الحقيقه مفيش اي حاجه تنقص المغرب انه يحاول اكتر من اي مره علشان ينافس على الفوز بهذا اللقب البعيد جدا. الموضوع ده في المغرب واخد حيز كبير من التفكير، ولا نجاح المغرب في كاس العالم بيقفل شويه على القصه دي؟ يعني شوف الموضوع ده قتلت بحثا في حديثي مع الاصدقاء المغاربه حتى اللي شغالين في المجال الرياضي المغربي. اللي يقول لك لا انا مكتفي بكاس العالم، لا انا اعتقد ان ده امر من وراء القلب شويه، لا المغرب بتنظر بقوه لكاس الامم الافريقيه، وهم شايفين ان على قد التشكيلات العظيمه اللي مرت على المنتخب المغربي وخاصه في فتره الثمانينات اللي كان فيها تشكيله عظيمه جدا من اول بدو الزاكي للتيمومي للاسماء الكبيره مش عايز انسى حد منهم، كان عيب ان المغرب ما تعملش بطوله
لكاس الامم الافريقيه. فان انت تكتفي ببطوله واحده سنه 76 ولحد دلوقتي ما تاخدش البطوله فده امر مزعج جدا الجمهور المغربي واملهم طبعا المغاربه زي ما حققت نجاحات كبيره في كاس العالم وفي الاولمبياد ليه لا؟ ان انت بالزاد البشري الكبير جدا اللي موجود عندك والقماشه الواسعه اللي ممكن تختار منها اي تشكيل يجي على مزاجك ليه لا ما اخدش البطوله وهي موجوده على ارض؟ لان كمان التجربه بتاعه 88 كانت قاسيه شويه ان المنتخب المغربي ما يقدرش يتوج باللقب رغم ان هو كان في الوقت ده كان عنده تشكيله عظيمه جدا من اللاعبين المغاربه زي على راسهم طبعا النجم الكبير بادو الزاكي اللي هو بالمناسبه بيقود دلوقتي منتخب النيجيري في كرسي المدير الفني. طيب قبل ما نروح لاسيا لازم نقف عند السودان، خساره من انجولا في وقت السودان بتظهر فيه بثوب البطل الحقيقه في التصفيات الخاصه بكاس العالم اللي حصل النهارده. شوف خساره السودان النهارده مش نهايه الكون بالنسبه لي لان انا مترقب جدا وبتابع التغيرات اللي بتحصل في الكره السودانيه. اولا ان انت تشوف اربع مراحل مرت بها الكره السودانيه في الفتره الاخيره، حذر وترقب، مدير فني جيد، محترفين بالجمله، واكتشاف للمواهب. واكتشاف المواهب دي بقى هنحط تحتيها مليون خط لان انا هقول لك على مفاجاه حصلت لي النهارده بسبب الموضوع ده. نمره واحد حذر وترقب لان طبعا ان شاء الله ان شاء الله الغمه تنزاح عن السودان واللي بيحصل في السودان كدوله شقيقه ان شاء الله ينتهي. مدرب كبير تحدثت قبل كده انا وانت محمودي عن كواسي ابياء اثناء تصفيات كاس العالم، الراجل ازاي اضاف للتشكيله ومش عايز اعيد الكلام تاني. نمره ثلاثه بقى حته المحترفين. كنا طول عمرنا واخدين ان المنتخب السوداني لما بيلعب امامنا او بيلعب امام اي منتخب بتشوف الاستحواذ الاكبر هلال ومريخ والناديين الكبيرين في السودان زي ما عندنا ناديين كبيرين في مصر الاهلي والزمالك، ولكن على مراحل بتلاقي احيانا المصري الاسماعيلي غزل المحله، ولكن دايما السودان من قديم الازل هلال مريخ. ولكن اللي بيحصل في المرحله دي امر مغاير تماما لما تشوف تشكيله المنتخب مع الراجل ده كواسي بيا الراجل الغاني اللي هيلاعب غانا في التصفيات برضه لان هو معاه غانا وانجولا والنيجر، تلاقي عنده قبل ما اشوف التشكيله كمان هقول لك على حاجه مهمه جدا 12 لاعب محترف في تشكيله المنتخب السوداني وده امر ما كانش بيحصل. لو كنت لقيت لاعب ولا اتنين محترف في المنتخب السوداني كنت بتقول كويس جدا ان هم عندهم لعيبه بره الهلال والمريخ. سيفتري طبعا سيفتري في الدوري عندنا بص بقى محمد عبد الرحمن طيب. اللاعبون المحترف هجيب لك التشكيل اللاعبون المحترفون في المنتخب السوداني ابو بكر عيسى ومحمد عيسى الاثنين الاخوه الاثنين اضافه قويه ابو بكر عيسى في تايلاند وفي انجلترا بالظبط شادي عز الدين دلموم حمد برجلان ده بيلعب في دون بوش الهولندي في الدرجه الثانيه الهولنديه محمد ادم جرين جولي في استراليا يوسف علي في لاهيتي فنلندا وحاليا بدون نادي محمد مصطفى متالق مع نادي عظام يونايتد التنزاني نذهب بعد كده لسيف تيري في فاركو هنا الجازولي نوح اهلي طرابلس بخيت خميس اللي توج بلقب الدوري الليبي مع النصر الليبي الموسم المنقضي جون مانو اللي كان مع اهلي بنغازي لما كانوا المفروض ان هم يتخطم الى المرحله اللي بعدها ولكن ما عدوش في دوري الابطال مصطفى كرشوم مع السواحلي عبد الرحمن كوكو اللي بيلعب حاليا في نادي الاتحاد الليبي فعندك قماشه كبيره جدا معتبر. ايه الاستفاده؟ الاستفاده من وجهه نظري ان كنت دايما بتشوف في الدوري السوداني المباراه الكبيره طول الموسم هلال ومريخ ذهاب واياب، ولكن الاحتكاك القوي بيحصل فين بعد كده؟ شبه ما فيش. النهارده مع كل المدارس اللي محترف في الدوري الليبي، اللي محترف في الدوري التايلاندي، في الدوري المصري، في الدوري الاسترالي فرق مختلفه ضغوطات مختلفه احتكاك مختلف، فبالتالي ده انعكس على تشكيله المنتخب السوداني. ولما تتفرج على تشكيله المنتخب السوداني ده النيجر يعني التشكيله اللي قدامك دي من المحترفين محمد مصطفى بخيت خميس عبد الرحمن كوكو ابو بكر عيسى سيف تيري والنجوم اللي موجوده من الدوري السوداني نجوم تقيله جدا ابو عقله رمضان عجب محمد رحمن الغربال فانت بتتكلم عن توليفه مثاليه قدر ان الراجل يوصف رغم الظروف الصعبه وان هم بيلعبوا مباراتهم خارج الديار سواء في ملعب شهداء بنينة ومؤخرا في ملعب جوبا في جنوب السودان، ولكن الطفره اللي حاصله بيكملوها كمان بحاجه مميزه جدا. انا بقى لي فتره متابع موضوع اللعيبه المزدوجه الجنسيه السودانيين برضه هو كله هرش الحكايه فكله طار بالظبط في لعيبه سودانيين كتير جدا موجودين في العالم ولكن محدش يعرف بيهم. بدات ابحث ورا الموضوع لقيت الموضوع كبير ولقيت صفحه على الفيسبوك يا دوبك انا عملت بس اللايك لها لان عجبتني جدا مغطين كل اخبار اللعيبه السودانيين في العالم. لقيت الادمن داخل بيكلمني على الانستجرام قال لي انا مبسوط جدا ان انت بتتابع الصفحه
واسمه محمد ايوب موسى، وده اسم مهم. ليه؟ لان الراجل ده من ضمن لجنه عاملها الاتحاد السوداني لكره القدم للبحث عن المواهب والاصحاب الجنسيات المزدوجه او اصحاب الاصول السودانيه على مستوى العالم. ومعايا الجواب، والراجل مشكورا بعت لي الجواب من الاتحاد السوداني. الموضوع ده اتعمل الشهر اللي فات وبداوا يبحثوا على اللاعبين، وهقول لك على مفاجات دلوقتي. يلا بينا. تعالى ادي الجواب بتاع الاتحاد السوداني هو محمودي. بص بقى، رئيس الاتحاد معتصم جعفر ماشي. في اللجنه كمان النائب اللي هو ده اساس الموضوع اسامه عطله المنان، والزميل محمد ايوب موسى اللي هو ماسك في اللجنه ديت للبيانات بتاعه اللاعبين دي. بداوا يبحثوا على اللعيبه السودانيين، وفي اسم دايما بيتردد في الفترات الاخيره، والاسم ده لو اضيف للمنتخب هيبقى اضافه قويه جدا جدا. هاني مختار، وهم حاليا في جزء كبير من اللجنه دي موجود في امريكا، لان هو بيلعب ناشفيل في امريكا عشان يقنعوه خلاص ان هو ينضم الى مركزه. ايه بيلعب؟ ايه؟ مهاجم. عايز اقول لك ده بطل اوروبا تحت 19 سنه في 2014 مع المنتخب الالماني، وكان هو مسجل هدف النهائي امام البرتغال، ولعب لانديه كبيره جدا في المانيا، وحاليا بيلعب في الدوري الامريكي. حاجه تسر العين لما تتفرج عليه. كم سنه دلوقتي؟ عنده 29 سنه. ويجوز انك تجنسه؟ يجوز، لانه لعب مع المنتخبات الالمانيه تحت السن، ما لعبش ولا ماتش مع المنتخب الالماني الاول. فيجوز ان تجنسه. فهاني مختار واحد من الاسماء القويه جدا اللي بيسعى الفتره الجايه ان هو يكون موجود مع تشكيله كواسي ابيا. لاعب اضافه قويه جدا، لعب في هرتا برلين، ولعب كمان في بنفيكا، ولعب في ريد بول سالزبورج، ولعب كمان في برومبي اللي هو بطل الدنمارك، وده هو كان بقميص المنتخب الالماني لما كان بيلعب تحت السن مع منتخب المانيا، وسجل كمان يمكن هدف في البطوله اللي بقول لك عليها 2014 في الدور قبل النهائي كمان في النمسا. لعيب حكايه، ولما تتفرج على اهدافه في الدوري الامريكي اعتقد لو اضيف لتشكيله المنتخب السوداني هتبقى اضافه قويه. طب الموضوع وقف عند كده عند هاني مختار فقط؟ لا، في كمان عمرو عبد الله بيلعب في هيوم سيتي في استراليا، في عمر عيسى اخو ابو بكر عيسى ومحمد عيسى اللي بيلعبوا في التشكيله بتاعت السوداني اصلا. انا عاد لو قعدت اعدلك بقى اهو ده عامر عبد الله، ده بيسعى برضه للانضمام للمنتخب. مركزه ايه؟ مركزه عمرو عبد الله انا اعتقد ان هو بيلعب تحت المهاجم. ماشي. تحت المهاجم. عمرو عيسى كمان اللي بقول لك عليه بتاع كوينز بارك ده لعيب هايل جدا ولسه صغير في السن. انا بقى هقول لك على كميه اسماء اللي هم اكتشفتها اللجنه دي، لو انضم حتى جزء بسيط منهم، لو اتنين ثلاثه بتزق مع اللي موجود. احنا قلنا هاني مختار، عمرو عبد الله، عمرو عيسى اخو ابو بكر ومحمد عيسى. احنا قلنا بقى مين؟ هاني مختار، عمرو عبد الله، عمرو عيسى، علي خليل. مختار ده بيلعب في انجيل فرنسا تحت 17 سنه، سعد عبد الله بيلعب في ايرلندا، رضا ابو بكر بيلعب في ايكس تحت 16 سنه، اسعد بابكر ده بيلعب في لاهيتي في فنلندا، باسل ابو القاسم، عدل محمد، سنوسي دامر، علي خالد لطفي. انا مش يعني اسامي كتير، اسماء كتير من اللعيبه، واللعيبه دي بنتكلم مثلا على مثلا 3 4 جامدين، 3 4 جامدين جدا، والباقي كمان عندهم هامش التطور لان هم لسه لعيبه صغيره. مفهوم. ولو قلت لك اسامي كمان الانديه اللي بيلعبوا فيها اسامي انديه كبيره جدا في اوروبا. فاذا اللجنه ديت بتعمل شيء مميز جدا انها تقدر تجيب اللاعبين اللي هم اصحاب الاصول السودانيه اللي موجودين بره عشان يقدروا جوا. يعني مثلا هاني مختار اللي بقول لك عليه ده والده سوداني ووالدته المانيه. مفهوم. فدي اللجنه شغاله وبتطلع قماش على طول وبترشح اسماء وشغل موجود علشان اللي جاي بالتوازي، مع انه منتخب السودان في تصفيات كاس العالم ينازع مع السنغال، وتصفيات كاس الامم حتى الخساره دي اعتقد الامور تمشي لان تاخد اول وتاني، تاخد اول وتاني، ولكن صح؟ على المنتخب السوداني بقى تخطى عقبه غانا الحذر بقى، لان كواسي ابيا بقى هيواجه بقى منتخبه. مفهوم طبعا، وان شاء الله يكون كلهم كامل التوفيق في تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه. طيب نتحول لتصفيات كاس العالم عن قاره اسيا المثيره جدا الحقيقه، ونبدا مع المنتخب العراقي اللي بيحقق الفوز على عمان بهدف دون رد في مباراه عانى فيها العراق شويه في الاخر، يعني ما كانتش الامور متسهله، جون والتاني والتالت لا سجلت هدف ضيعت شويه، منتخب عمان ضغط شويه في الشوط الثاني وكان ممكن انه يعاقب العراق ويسجل هدف التعادل. مباراه انا في اعتقادي انها مش افضل مباريات المنتخب العراقي اللي معودنا في الفتره الاخيره على مباريات قويه جدا، حتى في كاس الامم الاسيويه لما ودعوا البطوله كان بعد طرد ايمن حسين في مباراه الاردن في الدور ال 16 وكانوا مرشحين بقوه ان هم يذهبوا لبعيد. ولكن اللي حصل ان في لعيبه لسه ما دخلتش بدايه السيزون بالنسبه لها، يعني مثلا على راسهم ريبن سولاق الراجل اللي بيلعب في الدوري السويدي، وده واحد من اميز اللعيبه اللي موجودين عندهم، زيد تحسين
المدافع اللي بيلعب في القوة الجوية العراقية واللي لسه الموسم ما بدأش عندهم، ففي لعيبة كتير لسه بعيد عن الفورمة. ولكن لما تتفرج على المنتخب العراقي كانت مباراة تحس كده انها كوبي بيست من المباراة النهائية في كأس الخليج اللي تواجه فيها العراق مع عمان، وكانت مباراة صعبة كمان على العراق لما توج العراق باللقب. ولكن لما تتفرج على المباراة حتى في ظل ان العراق عنده كان مشاكل في بعض الاوقات من المباراه زي ما ذكرت محمودي، ولكن تشكيله المنتخب العراقي بتطمر الجمهور العراقي. وهنا بقى لما بقول الجمهور العراقي ده واحد من اكبر الداعمين للمنتخب، حضور جماهيري طاغي بشكل غير عادي للجمهور العراقي حتى لو في مباراه وديه. يعني انا شفت مباراه كانت وديه المنتخب ناشئين لقيت فيها 60,000 متفرج. هم عندهم شغف غير عادي. لما تبص على تشكيله المنتخب برضو هنا البعد اللي عمله خيسوس كاساس والاتحاد العراقي مع عدنان درجال بوجود اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا ومحدش كان يسمع عنهم، يعني مرخاز دوسكي لاعب الماني التكوين كردي عراقي الاصل باك شمال جامد وبيلعب في التشيك. عندك ريبن سلاقه في الدوري السويدي، عندك حسين علي بيلعب في هيرنفن، عندك اسامي كبيره زي علي جاسم اللي بيلعب في كومو دلوقتي، ايمن حسين اللي بيلعب في العراق، ابراهيم باشا اللي بيلعب في السعوديه. فكمان حته اللعيبه المحترفين اللي موجوده في المنتخب العراقي خلت المنتخب العراقي ليه بعد تاني. صحيح ما قدوش مباراه كبيره على ملعب البصره، ولكن الحضور الجماهيري استغلوا العرضيه بالمميز جدا اللي بنتمنى له الشفاء طبعا نمره واحد، لان ايمن حسين اتعرض لاصابه كانت ممكن لا قدر الله تعمل له ازمه صحيه كبيره، كسر في الضلوع ونزيف داخلي، ولكن لحقوه ودوه مستشفى في الكويت وكان كله الحاضر معاه. سلام على ايمن الحقيقه. وبينتظرهم مباراه قويه جدا بكره مع المنتخب الكويتي في كلاسيكو بقى الخليج العراق مع الكويت. طيب. في مباراه مرتقبه. اهم مفاجاه كانت موجوده في التصفيات فوز الامارات على قطر. لانه من قلب قطر بعد ما قطر كانت كسبانه الامارات من فتره، اعتقد كان في مكسب كبير على الامارات 5-4-2 و4-0 بالظبط كده. الامارات انت فتحت معايا موضوع التجنيس برضو اللي احنا اتكلمنا فيه في السودان على خفيف مع توجه. هل ترجم ذلك مع المنتخب الاماراتي ولا كان في اسباب تانية للانتصار على منتخب قطر؟ يعني في عده اسباب لانتصار المنتخب الاماراتي وريمونتادة المنتخب الاماراتي اللي كانت من قلب قطر امام بطل اسيا، المنتخب اللي ما خسرش ولا مباراه مع مارتينيز المدير الفني بتاعهم تانت مارتينيز، بيخسروا اول مباراه على ملعبهم بعد ان هم يفوزوا بكاس اسيا في اول مباراه في التصفيات، فكان ده امر صادم جدا. ولكن باولو بنتو عامل شغل جيد جدا واستغل الاخطاء اللي موجوده عند المنتخب القطري بعد ما غير طريقه اللعب بتاعته في المباراه، بعد ما بدا بطريقه ونهى الشوط الثاني او لما تحول للشوط الثاني تحول لطريقه ثانيه عمل فيها كثافه عدديه، ولكن مع التحولات الدفاعيه والاخطاء اللي كانت بتحصل في وسط الملعب قدروا ان هم يوقعوا المنتخب القطري في مشاكل كتير. ده التشكيلة. لما تبص على التشكيلة في بعض الأسماء، فاكر لما اتكلمنا قبل كده عن اللاعبين المقيمين أو تجنيس اللاعيبة اللي خلاص كملت وعاشت في الإمارات. كوامي كواديو مقيم وده من أصل إيفواري. أوكي. كايو كانيدو ده من أصل برازيلي. عندك يحيى نادر مصري وبيلعب في نادي العين. عندك ماكنزي هانت انجليزي ولكن مقيم في دبي من فتره هو واسرته. عندك فابيو ليما وده كان موجود في دكه البدلاء وبرازيلي الاصل، دول ساعدهم مع ان هم كمان بداوا يستثمروا دلوقتي في الدوري الاماراتي بشكل جيد، وحتى كمان مين بطل اسيا دلوقتي؟ العين الاماراتي. فالامر ده انعكس على المنتخب بشكل او باخر. الشوط الاولاني كان هجوم طاغي من المنتخب القطري وافضليه للمنتخب القطري، ولكن الخوف او الحفاظ على النتيجه خلى منتخب قطر يعاني، لان المنتخب الاماراتي لعب على الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده، لعب على المساحات الكبيره اللي كانت موجوده في قلب الملعب ومنها سجل الهدف الثاني بالتحديد، وكمان جه الهدف الثالث في وقت متاخر، والمباراه كانت صادمه للمنتخب القطري اللي كان بيستعد مع مجموعه صعبه ان هو يفوز في اول مباراه، لكن الامارات قلبت دفه المباراه تماما في الشوط الثاني بعد زي ما انت ذكرت في الاول يا محمودي كل النتائج في الفترات الاخيره مع المنتخبين. فوز عريض جدا للمنتخب القطري على الامارات بالخمسه وبالاربعه مرتين، ولكن المره دي جاءت الريمونتادا بثلاثيه مقابل هدف واحد. كمان خيبه امل كبيره للمنتخب السعودي قدام اندونيسيا. يعني روبرتو مانشيني كان بيتكلم على العناصر اللي ما بتلعبش في الدوري السعودي، ولو انه التشكيل الاساسي في على الاقل 5-6 بيلعبوا بياخدوا دقايق في الدوري السعودي، فالمساله ما كانتش 100% مظبوطه، لكن الاداء السعودي في المباراه كان على عكس توقعات الجميع. اعتقد ان مانشيني برضو في التشكيل يعني وظف لعيبه كتير في عكس الكواليتي اللي موجوده عندها. يعني
يلام مانشيني على حاجات كتير. طيب انت خليت سالم الدوسري سدد ركله جزاء وهو راجل مضيع اربع قرارات جزاء مع المنتخب السعودي، دي نمره واحد. كنه من امتى بنشوف كنه بيلعب كجناح؟ دي نمره اتنين. بتتكلم عن ان التشكيله كلها مش اساسيه؟ لا بالراحه. من ال 11 لاعب اللي لعبوا اساسي من اللي كان لاعبين في المباراه، خمسه بيلعبوا اساسيين في تشكيله المنتخب في مع انديتهم في الدوري السعودي. علي لجامي، علي البلاهي، عندك سلطان الغانم، سالم الدوسري، دول كل دي لعيبه بتلعب على الكوره. بس الفكره في التوظيف، يعني مثلا متعب الحربي كان بيلعب قلب دفاع، لا هو كان بيلعب 3 4 3 ناحيه الشمال او باك شمال. فانك تسيبه جناح على الطرف دي صعبه جدا. محمد كنو، ما بيخش انسايد اصلا. تمام. يعني الفكره ان انت لما بتعمل ده، يعني ثلاثه بتاعت ايطاليا بتاعت روبرتو مانشيني او اللي حاول معاها سباليتي، الامكانيات ما تساعدش. طيب لعلي البهيري بيعرف يطلع بالكوره ولا تمباكتي ولا علي لجاني؟ طيب انت فاهمني، انت لمست نقطه مهمه. طيب في اتنين في التشكيله دي ما بيلعبوش خالص من اول الموسم، تمام، عبد الله رديف والحارس العويس، الباقيين دقايق قليله جدا. ده في بقى نقطه تانية، احنا لسه كنا بنتكلم على ايه، موضوع التجنيد. اندونيسيا دي في يوم من الايام في زمن من الازمان سنه 38 في كاس العالم في فرنسا لعبوا كاس العالم وخسروا امام المنتخب المجري، اختفت اندونيسيا. مع ان اندونيسيا ده اقول لك بقى على معلومه تاريخيه، اول من لعب كره القدم داخل السعوديه كان الاندونيسيين لما كانوا بيذهبوا للحج. أوكي. وكان بالتحديد في مكه. لفت الايام واندونيسيا اللي ما سجلتش في الاراضي السعوديه من 96 سجلت. انت تعرف ان نص المنتخب الاندونيسي مجنس؟ نصهم ومحترفين كتير كتير جدا وبيلعبوا في انديه بلجيكا وهولندا، لان كان احتلال اندونيسيا زمان هولندي. فوجدوا بعض اللاعبين عندهم جد الجد اصلا اندونيسي، فبداوا يجيبوهم على راسهم. مثلا اقول لك الاسماء لو انت عايز كمان. هو كده احنا بنتكلم على نظريه، احنا عندنا مثلا 3-4 منتخبات نفس الفكره. ايوه بالظبط، هي فكره واحده. موضوع التجنيس ده اصبح حقيقه، هي بقت فيروس ومنتشر في العالم كله. يعني عندك الاسماء اللي لعبت مع المنتخب الاندونيسي هم مش اندونيسيين 100%. ساندي وولش ده بيلعب في ميشلن البلجيكي. مارتنز بايز ده بيلعب، ده من الحارس المرمى، جدته اندونيسيه وهو بيلعب بره اندونيسيا. عندك ايفر جينر، توم هاي، اسامي كتير. يعني انت بتتكلم ست اسماء في التشكيله الاساسيه مش اندونيسيين صرف. فالنهارده انت بتتكلم عن دول بدات تتطور، وانت بقى عندك مشاكل برضه بسبب ان الدوري السعودي بقى اغلب اللي بياخدوا فيه بشكل اساسي اللعيبه المحترفه، وده امر مش هينفع ان انت تحط راسك في الرمل وتقول انا مش شايفه. لا، ده امر بقى موجود وموجود بكثره ومؤثر على اداء المنتخب. وبرضه رغم ان روبرتو مانشيني مدرب كبير جدا وبطوله اليورو تشهد على ذلك مع المنتخب الايطالي لتاني مره في تاريخه، ولكن ليه بعض الاخطاء اللي حصلت في التشكيله اللي تحدثنا عنها، يعني زي توظيف بعض اللاعبين على راسهم كنه اللي انا عمري ما شفته بيلعب كجناح. ازاي هتعرف تطلع القدرات بتاعته في مباراه كانت مهمه ان انت تبتدي فيها بمكسب على حساب المنتخب الاندونيسي اللي المفروض ان هو يكون من الحلقات الاضعف، وكان تفوق عليه المنتخب العراقي في التصفيات الاولى على فكره بكل سهوله طبعا، ذهابا وايابا. طيب دي طبعا اهم المباريات في التصفيات اسيا لكاس العالم، ولسه الجوله الجايه على مدار الايام اللي جايه وهنبتدي كمان بكره في كلاسيكو مهم جدا، العراق مع الكويت. والكويت منتعشه جدا بالتعادل في الاردن اللي كانت عامله بطوله كاس طبعاً اسيا بشكل قوي، مع جمال السلامي اللي تعثر في اول مباراه بركله جزاء في الوقت بدل الضايع. بدا يبقى في نشوه، لان الكويت بدات التصفيات في المرحله الاولى بخساره من الهند في ملعب جابر الاحمد الصباح، ودي كانت ضربه قاسيه. ولكن التعادل بعد كده مع الهند والفوز على افغانستان ذهابا وايابا والخساره من قطر ذهابا وايابا خلت الكويت تتاهل. فان انت تبتدي التاهل في المرحله الثانيه الاصعب بتعادل مع الاردن على ملعبها اللي هي كانت ثاني اسيا، فده امر اسعد الشعب الكويتي، وهم مترقبين جدا المباراه لانه كلاسيكو العراق والكويت واعتقد المباراه بكره هتوفي بالوعود، رغم ان انا اعتقد ان خيسوس كاساس هيغير طريقه اللعب بكره عشان ايمن حسين مش موجود، وهيقلب الطريقه محمودي عشان نتفرج على طريقه فيها اتنين مهاجمين. انا بخمن علي الحمادي لاعب ابسويتش تاون ومعاه ميمي المهاجم اللي ممكن يلعب جنبيه في المباراه. طيب قبل ما نختم لازم نعدي على بوتسوانا، يعني المنتخب المصري شفنا التدريبات في بوتسوانا واللقاء بكره. بوتسوانا لا تبدو خصم كبير، يعني يقال انه كاب فيردي افضل من الناحيه الفنيه، لسه هنشوف بكره بوتسوانا اخبارها ايه. لكن ايه رايك في المنتخب بشكل عام؟ يعني المنتخب بشكل عام انت بتتكلم على منتخب بعيد تماما، يمكن هو كمان من المنتخبات اللي مش بتبقى مرشحه تماما انها تذهب للبطوله. ولكن النهارده لما تتفرج ان المنتخب المغربي بيفوز بصعوبه على منتخب ليسوتو، فهنا لازم تكون حاطط يعني
نسبه ان انت المباراه ممكن تبقى متصعبه عليك. ما فيش مباراه بقت في افريقيا سهله دلوقتي، حتى وانت بتتفرج على المباريات الاخرى في التصفيات هتلاقي في مباراه بقت صعبه جدا على المنتخبات الكبيره. انت بتتفرج على منتخب السنغال مش قادر يفوز على ملعبه. منتخب السنغال اللي كان اي منتخب بيعدي على السنغال او في دكار بتبقى الفوز وفوز مريح جدا. فهنا انت لازم تحسم مساله الصعود من خلال مباراه. حتى انت بتتفرج على ماتش تونس ومدغشقر، مين يقول ان تونس ما تفوزش الا في الثواني الاخيره في الدقيقه باين الثامنه ولا التاسعه من الوقت بدل الضايع بهدف فرجاني ساسي بضربه راسيه في مباراه كانت متصعبه على المنتخب التونسي بعراقه المنتخب التونسي. فبالتالي ما بقتش دلوقتي في مباراه صعبه وسهله، في مباريات لازم تلعب ان انت تنزل تكسب من الاول، وان شاء الله يكون عندنا التوفيق عشان يبقى الامور مرتاحه شويه، لان المشاكل اللي يعني محيطه بالمنتخب الفتره الاخيره تقلقك شويه من اللي جاي. تعدي على خير ولكل حد في الحديث. نورتنا وشرفتنا كالعاده حبيبي معاذ، ربنا يخليك. شكرا جزيلا لك. نهايه حلقه النهارده من هاتريك، استمتعنا بوجودنا مع حضراتكم في هذا الاسبوع. يتجدد اللقاء باذن الله من السبت الاثنين في الاسبوع القادم. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استوديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء.